اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا ما تقلقوش مفيش اي حاجه غلط ما تقلقوش من موضوع البدله انا بس كنت في عزاء يعني فالنهارده جيت رسمي كده ايه عامل فيها سيف زاهر اهلا بحضراتكم اهلا بحضراتكم طبعا في حلقه جديده من الريمونتادا اللي عايز ابداها بزيزو زيزو جدد لنادي الزمالك زي ما طبعا حضراتكم كلكم تابعتوا لكن انا معايا الكواليس كلها اللي عايز اقول اقولها لحضراتكم عليها لان دي شهاده لازم اشهدها قدام ربنا على الجميع. طبعا انا جالي تليفون من الاتحاد القطري احد اصدقائي يعني شغال في الاتحاد القطري في منصب مهم حضراتكم عارفين ان انا يعني كنت مقيم في الدوحه واصدقائي قطريين يعني بعتز بيهم بشكل كبير جدا جالي تليفون ميدو آه الريان خلاص وصلوا لاتفاق نهائي مع آه زيزو وصلوا لاتفاق شبه نهائي مع نادي الزمالك بخمسة آه مليون دولار وخلاص احنا شغالين بنبتدي نشتغل في موضوع التوقيع والاجراءات بتاعه آه نقل زيزو زيزو بنسبه 80% لاعب آه لنادي لنادي آه الريان طبعا قبل ما انزل التويته دي انا اللي قدام حضراتكم كلمت المستشار مرتضى منصور كلمته علشان اعلمه بالمعلومات اللي عندي فكلمته سياده المستشار حضرتك عندك معلومات عن موضوع زيزو قال لي اه الناس قعدت معانا والناس يعني كتر خيرهم الناس عارفين ان في شرط جزائي 2.2 او 2, 2 مليون دولار والناس وافقوا ان هم يدفعوا لنا ال 5 مليون دولار لكن احنا متمسكين بزيزو زيزو لعيب مهم جدا في الفرقه الحقيقه فوجئت ان المستشار مرتضى منصور بيقول لي كلام انا الحقيقه ما كنتش متوقعه لان انا عارف ان 5 مليون دولار يعني 100 مليون جنيه رقم برضو يساعد يساعد في البادجت بتاعه الفرقه ويساعد على اللعيبه ومش سهل ان انت ترفضه ولكن فوجئت بالمستشار مرتضى منصور بيقول لي يا ميدو انا لو اللعيب عايز الزمالك انا هعاده حتى لو جالي فيها 10 مليون دولار البطولات بالنسبة لي وإسعاد جمهور الزمالك أهم بكتير من أي فلوس تخش, تخش لي وأنا وأنا عندي فرقة جامدة هعرف أدخل فلوس جامدة فعرفت إن في تغيير في العقلية في تغيير في التفكير لأن زي ما أنتم عارفين تاني بقول لكم الرقم مغري الرقم مغري 5 مليون دولار في لعيب شرطه الجزائي 2.2 المهمة مش سهلة المهم قلت له ماشي عشان شر يعني هنشوف هنشوف إيه اللي اه هيحصل وكتبت التويتر اللي قدام حضراتكم دي اللي هي تويتر أنا بقول بقوم بعمل الإعلام يعني خبر جالي تأكدت منه من رئيس النادي أن في فعلا مفاوضات فكتبت زيزو على بعد خطوة من الريان القطري بخمسة مليون دولار إلى الزمالك الزمالك لا يمتلك أي خيار لرفض العرض يوجد شرط جزائي في عقد زيزو ب 2 مليون دولار، ولفته طيبه من مسؤول الريان بأن يخرج اللاعب بمباركة إدارة الزمالك، وهنا عايز أحيي إدارة الريان القطري إن هم رغم علمهم إن زيزو عنده شرط جزائي حوالي 2 مليون دولار في عقده، إلا إن هم كانوا حريصين إن هم يستخدموا القنوات الشرعية في استقدام زيزو للريان القطري. وتحدثوا فعلاً وكان هناك أكثر من جلسة مع المستشار مرتضى منصور ومع امير مرتضى خلال الاسابيع الاخيره ودي لفته طيبه جدا تعرف يعني ان انت عندك لعيب في شرط جزائي في عقده وانت بتروح لناديه بتقول له لا انا هديك فلوس زياده عشان ما اخسركش عشان انا بقدرك عشان انا مش عايز اخسر نادي الزمالك حاجه يعني حاجه جميله جدا من مسؤولين الريان القطري فطبعا وصلوا للاتفاق مع نادي الزمالك وبعد ما نزلت التويته دي بشويه لقيت زيزو بيكلم. ف... ايه الاخبار يا زيزو الناس بتاعت الريان بتاع قال لك كابتن انا راجل بالنسبه لي اهم حاجه عندي جمهور الزمالك ما يزعلش مني فقلت له يعني جمهور الزمالك مش زعلان منك انت عايز تعمل ايه ففوجئت لقيت زيزو بيقول لي انا عايز اقعد في الزمالك كابتن خلي بالكم انا عارف العرض يعني عندي اصدقاء في قطر وفي الريان القطري وعارف العرض اللي جاي لزيزو وهقول لكم يعني الاول مره زيزو في الريان القطري العرض اللي معمول له عرض ثلاث سنوات السنه ب 3.8 مليون دولار. 3.8 مليون دولار. فقلت له يا زيزو انا عارف العرض اللي جاي لك، قال لي اه أنا عارف ان انت عارف وعارف ان الناس اصدقائك وانا عايز اقعد في الزمالك. الزمالك لو عمل لي العرض عرض كويس انا عايز اقعد في الزمالك اولويتي ان انا اقعد في الزمالك. فقلت له طيب تتوكل على الله يبقى لازم الكلام ده ننقله للمستشار مرتضى منصور ومسؤولين الزمالك ان انت الاولويه بالنسبه لك ان انت عايز تقعد في الزمالك. بس خلي بالك يا زيزو ان الزمالك مهما مهما عرض عليك الرقم عمره ما هيبقى قريب للرقم ده. قال لي بس هما يعرضوا عليا احسن رقم عندهم. فحسيت من المكالمه ان زيزو فعلا عايز يقعد في الزمالك. الاولويه بالنسبه له ان هو عايز يصنع تاريخ جوه نادي الزمالك. وبلغت مسؤولين الزمالك بمكالمه زيزو ده دوري. خلاص عرفت ان الناس رايحين يقعدوا مع بعض. مسؤولين الزمالك عملوا عرض جيد جدا لزيزو رقم يجعله الاعلى في دخول يعني اجور اجور اللاعبين رقم جيد جدا بعقد لمده ثلاث سنوات. بس برضه الفرق ما بين العرض بتاع الزمالك رغم ان هو عرض جيد جدا وما بين العرض القطري من ريان القطري عرض فرق كبير جدا فانا برضو بيني وبينكم يعني افتكرت ان زيزو ايه بيبلف يعني ايه بيبلف يعني بي 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 ممكن يكون ان هو ايه بيلعب الناس ان هو عايز الموضوع يخرج ان ان مسؤولين الزمالك هم اللي عايزين يخرجوه بعد كده فوجئت بعد كده عرفت يعني بعد كده في القعده ان زيزو كان عنده هو والده الحقيقه اللي عايز اوجه له كل التحيه يعني. آآ ان هو آآ وافق على عرض الزمالك وان والده كان جاي وعايز ابنه يوافق على عرض الزمالك. وبكلمكم بقول لكم بصراحه موافقه زيزو على عرض الزمالك من الناحيه الماديه فيها خساره ماديه كبيره جدا. ولكن من الناحيه الادبيه والمعنويه مع كل احترامي لنادي الريان القطري فزيزو كسب كتير. زيزو كسب كتير زيزو على اعتاب انه يصبح اسطوره داخل نادي الزمالك الجمهور عمره ما بينسى المواقف البطوليه وهنا لما بتكلم عن موقف زيزو فهو احدى المواقف البطوليه إن انا اللي انا لم اشهدها في كره القدم المصريه الحديثه منذ سنوات يعني شفت الكلام ده بيحصل زمان في لعيبه شفتها كان بيتعرض عليها ارقام اكتر بكتير في اماكن تانية ويشتري بيته ويشتري المكان اللي عايز يصنع فيه تاريخ شفتها زمان لكن الموقف اللي عمله زيزو مع نادي الزمالك انا لم اراه في كره القدم الحديثه من او لم اراه في كره القدم المصريه من 20 سنه من اكتر من 20 سنه ان لعيب يكون جاي له فرق فلوس كبير جدا في قطر، وأنا بقول لكم المرتب اللي كان معروض عليه في قطر في السنة حوالي 70 مليون جنيه أو 75 مليون جنيه ففرق فلوس كبير جدا عما يتقاضى داخل نادي الزمالك وإن الولد وعيلته وأبوه والده يوافقوا على عرض نادي الزمالك ويشتروا نادي الزمالك فأنا بقول لكم إن الولد ده بطل يستحق إن هو يكون أسطورة جوه نادي الزمالك مش عشان آه وافق على العرض لان لعب للزمالك شرف لاي حد ولكن مش سهل في الزمن ده ان انت تلاقي ولد باخلاق زيزو مش سهل ان انت تلاقي شاب عنده آه قناعات آه اهم من الماده خلي بالك كل الشباب الصغيره اهم حاجه بالنسبه لها دلوقتي معظمهم يعني اهم حاجه بالنسبه لهم الفلوس الانكم هيخش لي منين هيخش لي فلوس زياده من هنا لا هوافق وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل والزمالك كده كده موجود هرجعه لكن زيزو فكر العكس زيزو فكر إنه هو بيلعب في الزمالك 3 4 سنين كمان كده كده قطر موجود طول ما هو متالق في الزمالك هيجيله عرض من الدوري القطري وهيجي له عرض من الدوري الخليجي بس الزمالك ممكن يوديه اوروبا الزمالك يوديه اوروبا جمهور الزمالك وشعبيه الزمالك توديه اوروبا تخليه لعيب اساسي في منتخب مصر زيزو ما فكرش في الفلوس زيزو فكر في الكوره وضرب مثل لكل لاعبي مصر في الاخلاص للمكان الاخلاص للمكان للمكان اللي صنع اسمه نادي الزمالك هو المكان اللي صنع اسم زيزو فضرب مثل في الاخلاص للمكان الذي صنع اسمه وكان ذكي كرويا زيزو كان ذكي كرويا في اتخاذ القرار اول حاجه زيزو لو راح الدوري القطري انا بقول لكم كنت بصم لكم بالعشره حتى لو هو بيلعب هناك افضل مستوى ليه ما كانش هيلعب اساسي في منتخب مصر انسى مش سهل انما هو هو لعيب في الزمالك بشعبيته ودلوقتي جوة, جوه الزمالك والاداء اللي بيأديه كل اسبوع مع نادي الزمالك في البطولات المختلفه هيلعب في منتخب مصر اساسي مع قناعات فيكتوريا بي بتاع الزمالك نادي كبير الزمالك وانت متالق فيه وبتلعب فيه بتكسبه صعب حد يقعدك في منتخب مصر حتى لو مين حتى لو مدرب مش طايقك فما بالك لو مدرب بيحبك فزيزو حسبها كوره وانا احب قوي اللعيب اللي يحسبها كوره وحب قوي الاب اللي يفكر لابنه في الكوره ابو زيزو عقليه محترمه واحد من اهم العناصر عناصر نجاح زيزو هو الاب الاب اللي بيفكر كويس لابنه الاب اللي بيفكر كويس لابنه من اول قرار العوده للزمالك برقم قليل علشان يظهر مع الزمالك ثم بعد كده العقد الرائع اللي عمله بالشرط الجزائي عمله لابنه بشكل كويس. ثم بعد كده تعديل تعديل الموقف وان انت تاخد موقف بان انت وخلي بالك زيزو بيسمع كلام ابوه. انه وليه حق يسمع كلام ابوه. ال ال لان راجل بيفكر له بشكل كويس. في اب ممكن يوديك في داهيه وفي اب ما هو انت الاب يعني على حسب ثقافته بقى وعلى حسب هو عايز ايه من, من ابنه. احنا بنشوف بلاوي الايام دي. انتوا شايفين اهو بول بوجبا اخوه بيبتزه وطالب منه 11 مليون يورو. فانتوا فعنده يعني يعني في ناس للاسف عائلتهم جايه عليهم بالسلب مش بالايجاب. في طريقه التفكير والنصيحه الغلط وحاجه مش مش موضوع فلوس ولا اي حاجه. ولكن لما يكون عندك اب بيفكر لك كويس زي ابو زيزو تسمع له وانت مطمن. ف ده من ناحيه زيزو، اللي تاني انا بقول انه هو ضرب مثل كبير في الاخلاص. بال بال بالافعال بقى مش بالكلام. الحاجة التانية تحرك نادي الزمالك في وقت قياسي لاقناع زيزو بالتجديد وتوفير آه يعني آه آه الاموال والرقم ده وان انت تبقى جاهز ان انت تـ تـ تقدم الرقم ده للعيب واحد نجومك وان انت تعمل نفسك ان انت ما سمعتش عرض الخمسة مليون دولار فده تغيير في عقلية إدارة الزمالك إدارة الزمالك النهاردة وأنا بقول لكم المستشار مرتضى منصور قال لي كلمة واضحة وصريحة قال لي ميدو الراجل عنده عرض بخمسة مليون دولار لكن أنا لو حسيت أن الولد عايز يقعد هقعده لأن البطولات عندي أهم من الفلوس فرحة الجمهور عندي أهم من الفلوس ده كلام بقول لكم بأمانة ربنا ده كلام المستشار مرتضى منصور ليه فبرضه زي ما وجهت التحيه لزيزو ووالده لازم اوجه التحيه للمستشار مرتضى منصور والامير مرتضى منصور ان هم اتحركوا سريعا ان هم قفلوا ودنهم عن العرض اللي بخمسة مليون دولار واهتموا هما الاتنين كان عندهم اهتمام كبير جدا بفرحه الجمهور بفرحه الجمهور وانا بقول لكم ان مهما الزمالك وقع مع اي لعيب خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي احنا بنمر فيها فلن يكون احدا اهم من زيزو زيزو هو اهم تجديد عقد زيزو والغاء الشرط الجزائي هو اهم صفقه للزمالك مش من الناحيه الفنيه فقط ولكن تجديد عقد زيزو هو رساله لجميع المنافسين في افريقيا بان الزمالك عازم على الفوز ببطولة أفريقيا أبطال الدوري. تجديد عقد زيزو هو رسالة لكل المنافسين في الدوري المصري إن الزمالك عازم على الفوز بالدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه. رسالة بإن الزمالك لم يكتفي بالبطولات اللي حصل عليها في الفترة الأخيرة. وأنتوا عارفين إن الزمالك كانت واحده من اهم مشاكله ان هو لما بيحصل له شويه تشبع بالبطولات ان هو ايه بيريح شويه ولكن دلوقتي الزمالك عنده اداره بتجدد دوافع اللعيبه بتجدد دوافع اللعيبه ومدير فني بيعرف يجدد دوافع الدوافع الدوافع للعيبه ودي نقطه مهمه جدا قيمه تجديد عقد زيزو مش في القيمه الفنيه فقط هو طبعا في القيمه الفنيه هي قيمه عظيمه عظيمه ولكن لانك مش هتلاقي لعيب يعوض زيزو مهما عملت. كل بقى من ناحيه الشخصيه، من ناحيه التكيف على المكان، من ناحيه التأقلم، من ناحيه حب زمايله ليه، من ناحيه شخصيته القياديه، من ناحيه امكانياته الفنيه، الكروسز لما بيلعب بره غير لما بيلعب جوه في عمق الملعب، التزامه التكتيكي، وعيه التكتيكي، حاجات كتير مش هتعرف تعوض زيزو. لكن الاهم في تجديد زيزو لعقده وإلغاء الشرط الجزائي بالرسالة اللي أوصلها الزمالك بتجديد عقد زيزو بأن الزمالك لم يكتفي بالبطولات التي حصدها. الزمالك عازم على استكمال مشوار البطولات وسلسلة البطولات في كرة القدم. الزمالك عازم رسالة تجديد عقد زيزو رسالة من الإدارة الزمالك عازم على الفوز ببطوله الدوري للمره الثالثه في تاريخه وعازم على الفوز بدوري ابطال افريقيا ابطال الدوري بعد غياب 20 سنه دي الدوافع والاهداف الجديده اللي عند اداره الزمالك اللي ما بيقولوهاش كلام بس بيقولوها افعال كمان بالتعاقد مع لعيبه مميزه وانا بقول لكم ان الزمالك هيتعاقد مع 3 4 لعيبه جامدين جدا انا عارفه لكن انا بقول لكم الزمالك هيتعاقد مع ثلاثة أربعة لعيبة جامدين جدا. هينقلوا الفريق في حتة كويسة. ما تقلقوش على الزمالك، مفيش مشكلة. الزمالك تعاقد مع زكريا الوردي وتعاقد مع إبراهيم داي وتعاقد مع أحمد أيمن منصور وفي أربع لعيبة تانيين جامدين جدا، اتنين لعيبة نص ملعب وراس حربة وباك إذا ما كانش فيه وينج تاني. لكن فيه أربعة خمسة لعيبة جامدين جايين الزمالك، والزمالك شغال بشكل كويس وأمير مرتضى شغال بشكل كويس، لكن مش لازم كل حاجة تبقى أنتوا عارفينها، تقلقوش، بقول جمهور الزمالك ما آآ آآ تقلقوش. كل التحية لزيزو، كل التحية لوالده، وقبلهم كل التحية لمجلس إدارة الزمالك على الرسالة اللي أوصلها بتجديد عقد زيزو وده مهم مهم جدا طيب كهرباء موقف كهرباء معقد بعض الشيء انتوا عارفين طبعا كهرباء سافر البرتغال والبرتغال رجع على النادي الاهلي والزمالك اشتكاه وفي الاخر المحكمه الرياضيه الدوليه اقرت يعني بعقوبه على كهرباء 2.2 مليون دولار وبتزيد لها فوائد وبتاع دخلت الحسبه كده ايه دلوقتي في حوالي 50 مليون جنيه على كهربا طبعا كهربا يعني كان يعني عنده امل انه هو لو رجع النادي الاهلي يتم خصم الفلوس دي من عقده في المواسم المواسم القادمه آه ويعني وكان عنده شبه اتفاق ولكن كهربا اللي انا اعرفه بقول لكم معلوماتي يعني كهربا تم ابلاغه ان القصه بتاعت الفلوس دي قصتك عندك انت مش عندنا احنا لا نمانع في استكمال مشوارك في النادي الاهلي ولكن موضوع الفلوس يعني مش عندنا وده طبعا يعني حط كهربا في موقف في موقف صعب وابتدأ كهربا يدور يعني هل الافضل ليه أنه هو يطلع على سبيل الاعاره وممكن عن طريق الاعاره دي أنه هو يسدد الاول يسدد نص الفلوس ويقسط نص الفلوس الثاني ولكن ما علمته من داخل نادي الزمالك انه ليس هناك اي نيه لدى مسؤولي الزمالك في ان هم يقسطوا غرامه كهرباء. ان هم يقسطوا غرامه آآ كهرباء. طبعا يعني انا بتمنى حل مشكله كهرباء لان كهرباء لعيب كويس جدا. و وما اتمناش ان 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 نهايه يعني ان يبقى عنده مشكله قد تؤدي يعني او تؤدي الى نهايه مشواره الكهرباء مبلغ كبير كانوا في 50 مليون جنيه ما محتاجه مش سهل ان انت يعني لازم لازم يبقى في اتفاق بان هو يتم خصم الفلوس دي من السنين القادمه بالنسبه له او على الاقل يدفع نص الفلوس ويقسط نص الفلوس عن طريق قيمه قيمه ثانيه يعني يعني عن طريق النادي اللي بيلعب له ان هو يقص يخصم له الفلوس من سنتين او السنتين الثلاثه اللي جايين اللي هم المليون دولار او المليون 1.2 اللي هم التانيين فطبعا يعني الموقف مش سهل بالنسبه بالنسبه للكهرباء والحقيقه الموقف غامض لان يعني ما حدش عارف كهرباء هيبقى فين السنه الجايه كهرباء لغايه دلوقتي موقوف مش مش هيلعب هو طبعا بيتدرب مع النادي النادي الاهلي ولكن اللي انا بقول لكم معلومات اللي عندي ان النادي الاهلي قال له لا موضوع فلوس احنا ما فيه مش قصتنا انت تصرف فيه اهلا وسهلا يرجع انت لعيب مفيد بالنسبه لنا لكن موضوع العقوبه دي عقوبه شخصيه عليك مش عندنا آه مش عندنا عموما بتمنى التوفيق للكهرباء آه آه وهنشوف ايه اللي هيحصل هيحصل خلال الاسابيع القادمه لكن انا اللي اعرفه من جوه نادي الزمالك النادي الزمالك ما عندوش اي نيه لتقسيط آه الغرامه الموقعه الموقع الكهربا اللي هي حوالي 2.3 مليون آه دولار آه دلوقتي النهارده فيتوريا روي فيتوريا مدير فني منتخبنا اعلن قائمه لاعبينا المحترفين في المعسكر اللي هيبدا من يوم 19 ليوم 27 هيتخللوا مباراتين مباراه النايجر ومباراة ليبيريا تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنناقش قائمة المحترفين اللي اعلنها فيكتوريا النهارده اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا عايز اقول لكم على في النادي الاهلي النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين ان في يعني حصلت صفقه تبادليه خلينا نقول باحمد ياسر ريان راح سيراميك كليوباترا وهو مش غريب على المكان ولعب في سيراميك كليوباترا قبل كده قبل احترافه في تركيا مقابل ميسي وشادي حسين و الحقيقه الـ 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 الموضوع ده عمل يعني لغط كبير عند جمهور الاهلي وناس كتير قالت ان ان احمد ياسر ريان يستحق ان هو يقعد وان وان شادي حسين لا احمد ياسر ريان احسن من شادي حسين و... وانا اقول لكم رايي بصراحه في القصه انا رايي ان الاثنين لعيبه كويسه والاثنين لعيبه مختلفين الاثنين لعيبه آه مختلفين ما ينفعش تقارن شادي حسين باحمد ياسر ريان صحيح الاثنين مهاجمين شادي حسين يقدر بيلعب وينج ليفت بيلعب ليفت وينجر في اوقات كتيرة وبيأديها بشكل كويس انما الاثنين لعيبة مختلفين. وانا في رأيي ان الاثنين من الناحية الفنية مفيدين للنادي الاهلي. وانا قلت لكم الكلام ده يمكن من ثلاث او اربع اسابيع ان احمد ياسر ريان مهم في الاهلي. لانه راس حربة مختلف وراس حربة عنده ثقة آآ آآ في نفسه وعنده شخصية الاهلي. واحد من ولاد النادي آه النادي الاهلي، ولكن خلاص يعني ال القرار اتاخد بان وأن احمد ياسر ريان موجود في سيراميكا آه كليوباترا، وعلى فكره فيها جزء برضه لازم تاخدوه على اللعيب. ان انا متاكد ان احمد ياسر ريان مش من نوع اللعيبه اللي عايز يكون موجود في مكانه وهو مش ضامن ان هو يشارك بشكل اساسي. وده ما يقدرش يضمنه في النادي الاهلي، لكن يقدر يضمنه بشكل اكبر في سيراميكا كليوباترا. ف اعتقد ان الموضوع كان جاي من ناحيتين من ناحيه النادي الاهلي ومن ناحيه ان احمد ياسر ريان ما بداش اعتراض يعني هو مش عايز يقعد وهو ما بيلعبش وانا عارف شخصيه الولد ان هو لعيب كويس جدا لكن هو عايز ان هو يكون بيلعب وبيشارك بشكل اساسي ولو تفتكروا هو قبل كده لما كان موجود في النادي الاهلي هو اللي طلب ان هو يخرج عاره وقال انا حتى لو هكون موجود فين انا المهم ان انا اشارك بشكل اساسي وده تفكير كويس تفكير كويس ان اللعيب يبقى عايز يلعب على طول وعايز يشارك بشكل اساسي على طول. الناحيه الثانيه انتقال شادي حسين للنادي الاهلي، انا بشوف ان شادي حسين لعيب كويس، عنده شخصيه، لعيب بنى نفسه بنفسه، لعيب يعني في الممتاز بيه كان عامل شغل كويس جدا مع آه سيراميك كليوباترا وكان واحد من هدافين الدوري وكان هداف آه هداف الدوري، وانا بحب اللعيبه اللي عندها شخصيه. شادي حسين لعيب عنده آه شخصيه بيعرف يحرز اهداف بطرق متنوعه بشماله بيمينه بدماغه لعيب قوي لعيب آ قوي آ وعنده شخصيه زي ما بقول لكم عنده شخصيه قويه جوه ال جوه الملعب فطبعا بصوا واحد كل ده حلو جدا في فيوتشر جول حلو حلاوه بشماله في المقص جول جول صعب وارتفاع الكره صعب لعيب كويس وانا شايف ان في حاله طبعا اتمام التعاقد معاه مع النادي الاهلي ان هو هيكون اضافه اضافه جيده للنادي آه الاهلي وفي لعيب انت بتبقى شايف من شخصيته انه هو مش هياخد وقت كتير عشان يتاقلم انه هو يعني شخصيته قويه واحد من قاده الفريق في سيراميكا آه كيلوباترا فهو يعتبر صفقه صفقه آه جيده آه جدا آه للنادي آه للنادي, آه للنادي الاهلي خاصه لو كهربا ما كملش مع الاهل الاهلي محتاج وينج ليفت كويس محتاج حد بيلعب ناحيه الشمال كويس يكون منافس لاحمد عبد القادر واللاعب و... يكون عنده آ... عنده خبرات واعتقد ان كلنا اتعلمنا دلوقتي بص الجول ده حلو ازاي لعيب عنده شخصيه شادي حسين لعيب كويس وعنده فيجن يعني عنده فيجن في الملعب ب... دايما دايما محضر اللعب بشكل كويس وقوي وعنده ثقه في نفسه فهو يعتبر واحد من اللعيبه المميزه جدا في الدوري الدوري المصري عايز اقول لقائمة المحترفين اللي اللي اعلن عنها فيكتوريا النهارده لمعسكر من 19 ل 27 اللي هيتخلله مباراتين مباراه النيجر يوم 23 ومباراه ليبيريا يوم 27 والقائمه يعني تضمنت زي ما انتم شايفين امام حضراتكم محمد صلاح طبعا كابتن المنتخب ليفربول الانجليزي تريزيجيه ترابزون سبور التركي على فكره اتفرجت على تريزيجيه السنه دي ماتشين اه... تريزيجيه ماشي كويس وشغال بشكل كويس احمد حجازي اتحاد جده طبعا طارق حامد اتحاد جده عمر مرموش فولسبورج الالماني مصطفى محمد نانت الفرنسي كوكا اولمبياكوس اليوناني وسام مرسي في ابسويتش تاون الانجليزي برضو دي قايمه اوليه خلي بالكم اللي هو لازم قبل المعسكر باسبوعين يبعت القايمه للانديه عشان يعني لو تم يعني ايه ان ده احتياطي يعني لازم ده اجراء احتياطي بيبعت لكل الناس لكن يعني مش شرط كل الاسماء تبقى موجوده في قايمه ال 25 لعيب اللي هيخش بيهم الراجل المعسكر. معانا احصائيات يعني آه معانا احصائيات الاول محمد صلاح في اول ست مباريات في البريمير ليج السنه دي واول ست مباريات في البريمير ليج السنه آه اللي فاتت. طبعا ارقامه السنه اللي فاتت كانت افضل بدا بشكل آه افضل السنه اللي فاتت لعب سته سجل خمسه وصنع ثلاثه في اول ست مباريات يعني مقارنه ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت السنه السنه دي آه صلاح لعب سته سجل اثنين وصنع اثنين يعني التسجيل اقل وعايز اقول لكم حاجه على موضوع محمد صلاح محمد صلاح انا اتفرجت على ليفربول آه السنه دي اكتر من آه مباراه اتفرجت عليهم ماتش مانشستر يونايتد اتفرجت عليهم ماتش ايفرتون الماتش بتاع اه بتاع اه امبارح يعني اتفرجت عليهم على اكثر من, من ماتش محمد صلاح يعني انا في رايي ان هو متاثر بشكل كبير جدا برحيل ماني طيب ازاي متاثر برحيل ماني ماني كان بيلعب ناحيه الشمال في معظم الاوقات في وجود صلاح الناحيه الثانيه ناحيه اليمين ماني بيشيل حمل كبير جدا من على صلاح لو وريتكم الماتشات اللي فاتت هتلاقوا ان في فرق كتيره جدا عامله اوفر لود على صلاح مايلين ناحيه صلاح سنه بدبل اب دايما اتنين لعيبه موجودين عليه ما كانوش بيقدروا يعملوا كده معاه وماني موجود لان لو لو عملوا كده معاه وماني موجود ماني دايما لو عنده وقت على الكرة ومساحه على الكرة يخلص لك اي ماتش وهتبقى غلطه كبيره من اي مدرب رحيل ماني مخلي صلاح يقوم بادوار مختلفه شويه تخليه يقوم بدور صناعه اللعب بشكل اكبر يقوم بدور صناعه اللعب بشكل أه بشكل اكبر طبعا دياز لعيب لعيب كويس جدا ولعيب هايل أه لكن مش نفس ماني ماني اعتقد ان جمهور ليفربول حس بقيمته اكتر بعد ما مشي ما كانش يعني ابريشيتد بصراحه في ليفربول يعني ايه او مقدر التقدير اللي يليق بيه مانيه وعلى فكره هو ده ممكن واحده من الحاجات اللي خليته عايز يدور على مكان تاني وفرصه تانيه وان هو يبدا بدايه بدايه جديده مع بايرن ميونخ. لكن ماني لعيب مهم جدا في تشكيله ليفربول وصلاح متاثر برحيل ماني. صلاح انا شايف انه هو يعني أه بينزل لتحت كتير دلوقتي عشان يستلم وعشان يصنع أه اللعب على عكس الموسم الماضي كان مع طول بيتحرك في أه بيتحرك في المساحات صحيح صلاح كان حظه سيء جدا في المباراه الاخيره يعني شاط الكره في القايم في اخر في الدقائق الاخيره في الوقت الضايع أه وصلاح بيلعب كويس يعني ممكن يكون من اكتر اللعيبه اللي كرييتد شانسز في البريمير ليج ولكن السنه دي امامه وحش وهو هالاند طبعا انتوا عارفين ان صلاح واحده من اهدافه دايما ان هو يبقى الهداف ان هو يبقى احسن لعيب السنه دي الطريقه اللي بدا بيها هالاند مع مانشستر سيتي أه مرعبه 10 تجوان في ست ماتشات رعب ده غير ان شكله ما شاء الله وحش في الملعب شكله يعني كائن فضائي كائن فضائي فعلا قوه ومهاره وسرعه وتاقلم بسرعه وقوه شخصيه كل مميزات موجوده فعلا يعني لو كمل بالشكل ده يضرب بارقام كل الارقام القياسيه خاصه مع صغر سنه في تخوف شويه على هالاند من الاصابات المتكرره اللي كانت يعني بتلحق بيه في دورتموند ولكن اعتقد انه هو ماشي يعني اكيد ببرنامج حمايه من الاصابه اللي هو الانجري بريفنشن شغال بيه اكيد يعني بشكل عالي جدا مع الميديكال ستاف ومع الناس اللي شغاله في مانشستر سيتي اللي اكيد عندهم جوده عاليه جدا وعندهم كل الاكويبمنت وكل الادوات اللي يقدروا ان هم يحافظوا عليه بيها فممكن تكون الاصابات عدد الاصابات اقل ولكن 10 اهداف في ست مباريات اداء هالاند مرعب مرعب نرجع للاحصائيات يعني واللي انا باكد لكم ان صلاح متاثر بغياب ماني يعني في ناس افتكرت ان صلاح هيتحرر اكتر بعد رحيل ماني بعد تجديد عقده ورحيل ماني ولكن الحقيقه ان انت في الملعب لما يكون في ملعب لعيب تقيل شايلك بيقلل من عليك الضغوط بيقلل من عليك الضغوط تريزيجيه عايزين نروح طبعا ارقام تريزيجيه في ترابزون في ترابزون سبور دول الاسامي لعيبه المحترفين اللي اعلن عنهم فيتوريا الانضمام بشكل مبدئي للمعسكر القادم تريزيجيه لعب 8 مباريات سجل هدف وصنع هدف ولكن بيؤدي اداء جيد مع ترابزون سبور بطل الدوري التركي والسنه دي يعني ان شاء الله هنشوف تريزيجيه في الشامبيونز ليج حجازي لعب مبارتين مع مع اتحاد جده اه اه اتغلبوا الماتش بتاع بتاع بلاي وهيلعب في جروبا ليج متوسط التدخلات يعني ومتوسط الالتحامات امام حضراتكم بالنسبه لحجازي حجازي قائد يعني بمعنى الكلمه لدفاع منتخبنا ولاعيب عنده خبرات كبيره جدا وبيلعب في مستوى مرتفع يعني مستوى الدوري السعودي مستوى مرتفع واحد من النجوم من افضل المدافعين طارق حامد انا سعيد جدا ان في ردود فعل ايجابيه من جماهير اتحاد جده على أدائه في المباراتين اللي لعبهم ولدرجه ان في ناس كتير بتعتذر له انتوا عارفين لما طارق حامد راح اتحاد جده في يعني شريحه كبيره من جمهور اتحاد جده كانوا بيشككوا في قدراته أنه هو كبر وان هو سنه كبر وان هو مش اضافه لنص الملعب خاصه يعني كبديل لكريم الاحمدي ولكن اداء طارق حامد اكبر الجميع على احترامه في المملكه جماهير الفرق المنافسه قبل جماهير اتحاد جده النهارده شايف تويتات وامبارح تويتات وتغريدات كتيره بتعتذر لطارق حامل شايفينه لعيب كويس جدا وطارق لعيب كويس جدا ان شاء الله يبقى اضافه كبيره لنص ملعب منتخبنا خاصه في ظل غياب النني اللي بنقول له الف سلامه طبعا اعلن ارتيتا ان هو غايب فتره طويله للاصابه مرموش بيادي بشكل جيد جدا مع فولسبورغ ست مباريات احرز هدف ولم يصنع اي اهداف مصطفى محمد بيأدي بشكل رائع مع نانت وبدايه جيده جدا لمصطفى محمد لعب سبع مباريات لكن مش كل السبع مباريات طبعا بدا فيهم اساسي سجل اثنين وصنع هدفين وجاب جولين حلوين قوي مصطفى يا رب يعني ربنا يكمل على خير في نانت كوكا في الدوري التركي لعب مباراتين لم يسجل ولم يصنع وسام مرسي لعب سبع مباريات مع ابسوتش سجل اثنين وصنع أه هدف أه يعني طبعا أه مع ابسيتش لكن مش كل اللعيبه دي حضراتكم ينضموا أيوة انضموا بشكل رسمي للمعسكر ولكن لازم يتم اختارهم قبل المعسكر باسبوعين كاجراء احترازي في حال أه استدعائهم أه تاني بفكر حضراتكم ان منتخبنا عنده يعني معسكر من 19 ل 27 وعنده ماتشين 23 و27 امام النيجر وامام ليبيريا و اول اختبار آه لفيتوريا اللي كلنا طبعا بنقبل انه يكون الرجل المناسب لمنتخبنا وفيتوريا مدرب كويس جدا بيهتم بالعامل النفسي بيهتم بالتعامل مع اللعيبه بشكل يعني آه ان هو يعرفهم بشكل شخصي بشكل آه بشكل اكبر آه كل التوفيق آه لمنتخبنا طيب امبارح كان آه ذكرى وفاة الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه المدرب الأسطوري لمنتخب مصر واللاعب الأسطوري آه لمنتخب مصر كابتن جوهري يعني رحل عن عالمنا سنة آه آه 2012 2012 يوم 3 سبتمبر آه و يعني امبارح آه أنا الحقيقة برضه كنت فاكر إن المركز الإعلامي والـ 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 والموقع الرسمي لإتحاد الكرة المصري أكيد هيفتكر محمود الجوهري. مش معقولة أبدًا أنا قلت مش معقولة أبدًا إن الاتحاد المصري راجل زي الكابتن محمود الجوهري أول من أحرز بطولة أفريقيا لاعبًا ومدربًا صعد بمنتخب مصر لكأس العالم 1990 بعد غياب خمسين سنة وأسطورة أسطورة رجل صنع تاريخ كرة القدم الحديثة في مصر حاجات كتيرة بقى عملها كابتن محمود الجهري المدرب الأسطوري طبعا والأب الروحي لينا كلنا ولأجيال مختلفة الحقيقة فوجئت إن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة مهناش ولا ذكر ولا نعى ولا أي حاجة للكابتن محمود الجهري رغم ان في انديه عملت كده يعني نادي الزمالك آه نادي الزمالك الموقع الرسمي هن يعني يعني افتكر الكابتن محمود الجوهري نعى الكابتن محمود الجوهري اسف. النادي المصري البورسعيدي طبعا لما في كتير في كتير منكم ما يعرفوش ان الكابتن جوهري درب المصري البورسعيدي. دربوا يعني دربه وخد معاه فتره اعداد وتابع كان رجع لمنتخب مصر مره ثانيه. هنا الزمالك والمصري بيقوموا بدورهم ب يعني بيفتكروا واحد من من الاسماء الاسطوريه بيحيوا ذكرى وفاته الراجل ده بقى قدم لمنتخب مصر قدم لمنتخب مصر الراجل ده قدم لمنتخب مصر حاجات كتيره جدا سواء لعيبه قدم لعيبه اول واحد دخل الاحتراف داخل مصر نتائج وصلنا كاس عالم فوزنا بكاس الامم الافريقيه ب 98 ببطوله ما كناش اي حد في مصر اكتر المتفائلين ما كانش يتوقع ان منتخب مصر يفوز بهذه البطوله وراجل عمل باخلاص راجل عمل باخلاص وخدم الكره المصريه كما لم يخدمها اي شخص من قبل ودي طبعا انجازاته تحدث عنه وبطولاته تتحدث عنه مستغرب جدا مستغرب جدا ان اه اتحاد الكره المصري مستغرب جدا ان الموقع الرسمي وان اتحاد المركز الاعلامي ولهم كل التقدير يعني ولكن سؤال يا جماعه سؤال مهم لو ما ما افتكرتوش ما ذكرى وفاه الكابتن محمود الجوهري هتفتكروا ذكرى وفاه مين مين في مصر قدم للكرة المصرية وخدم الكرة المصرية أكتر من محمود الجوهري مين؟ يعني قولوا ممكن أنا في ناس تقولك إن كابتن حسن شحاتة أحسن لا كابتن جوهري أحسن كابتن حسن شحاتة ربنا يديله الصحة طبعا ونفضل نفتكره في وسطنا دايما لكن إزاي واحد بقيمة الكابتن محمود الجوهري وتاريخه وفي ذكرى وفاته المركز الاعلامي لاتحاد الكره ولا حتى يذكروا ايه الرساله طب اللي انتوا عايزين تقولوا لنا كده بس انا عايز اعرف حد يرد عليا يقول لي ايه الرساله اللي انتوا عايزين تقولوها يعني تقولوها للمواطن المصري ما هو المواطن العادي بيجتهد وبيخلص في عمله وبيخدم البلد كلهم في موقعه الجندي في موقعه الضابط في موقعه الراجل بتاع المطافي في موقعه بتاع الاسعاف في موقعه الطبيب في موقعه كل واحد بيخدم بلدنا كلنا بنخدم بلدنا كل في موقعه وبتبقى املا ان انت تنجح في مجالك وتكون رقم واحد وتخدم فعلا البلد في مجالك فبلدك تفتكرك حتى بعد وفاتك تفتكرك سواء بالتكريم سواء بتاع لكن اقل حاجه نقدمها للكابتن محمود الجوهري يا جماعه إن, ان 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 الموقع الرسمي بتاع الاتحاد يفتكره ذكرى وفاته عشر سنوات يفكر الجيل الجديد والشباب الصغار مين هو محمود الجوهري انما اليوم يعدي كانه يوم عادي مفيش تهنئه يعني مش تهنئه يعني يعني حتى بس اذكر 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 ان ان الراجل مات في اليوم ده اسطوره من اساطير مصر ماتت في يوم 3 تسعة توفى في يوم 3 تسعة وافكر الجيل الجديد وانتم خلي بالكم ممكن واحد بيتفرج عليه يقول لك يا عم هو ميدو مهتم ليه بالبتاع ازاي مهتمش ما انت دي الرساله اللي بتوصلها للشباب اخدم بلدك اخدم بلدك وبلدك عمرها ما هتنساك بكل بساطه كده بكل بساطه كده والله والله ان محمود الجوهري المفروض يتعمل له تمثال جوه اتحاد الكرة جوه اتحاد الكوره وانت داخل اتحاد الكرة كده تشوف تمثال محمود الجوهري لانه اكتر واحد خدم الكره المصريه لاعبا ومدربا زي ما بتخش النادي الاهلي كده تلاقي تمثال الكابتن صالح سليم في النادي آه في النادي الاهلي لانه هو راجل ليجند اسطوره خدم النادي الاهلي لاعبا واداريا ورئيس النادي وكل حاجه ومبادئ ساب للنادي آه حاجات يشتغلوا عليها النهارده محمود الجوهري عمل كده برضو اسطوره للكره المصريه اتمنى ان الناس تراجع نفسها لان في حاجات غلط وانا عارف في ناس تبقى تفرج عليا دلوقتي يقول لك ايه طب ما احنا ما ذكرناش فلا. اصل لو ذكرنا مع محمود الجوهري في ذكرى وفاته لازم نذكر كل الناس التانيين وليه ما تذكرش كل الاساطير ليه الاساطير بتوعك النهارده الناس اللي خدمت البلد وكسبت بطولات لازم تذكرهم والكلام ده على فكره ما بيفوتش على المراكز الاعلاميه لاي من الاتحادات الدوليه الاخرى يعني الكلام ده ما بيفوتش ما بيفوتش صدقوني لو فتحتوا الصفحه الرسميه بتاعت الاتحاد الإنجليزي هتلاقيها بتذكر ذكرى وفاة كذا إحياء لذكرى الوفاة بت... الوفاة إحنا فين يا جماعة من الكلام ده؟ إحنا فين من الكلام ده؟ شيء بسيط بس مهم لعيلته، مهم لأولاده، مهم لأحفاده إن هما يعرفوا إن, 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 إن الاتحاد المصري اللي جدهم او ابوهم خد... خد... خدم المكان والبلد ان الناس الناس فاكراه الناس فاكره ذكرى وفاته الحقيقه مش عارف الناس بتفكر ازاي في ايه اهم من كده وفي ايه اهم من إن انت توصل رساله للمواطن المصري ان انت لو خدمت بلدك ان انت بلدك هتفضل فاكراك دايما بلدك هتفضل فاكراك دايما تعالوا شوفوا في امستردام ارينا استاد يوهان كرويف استاد يوهان كرويف عشان راجل خدم اياكس هتلاقوا مثلا في ويست هام هتلاقوا ستاند كبير اسمه ستاند بوبي شارت عشان راجل خدم النادي هتلاقوا في ويمبلي ستاند بتاع كذا فلان بطل من ابطال كاس عالم 1966 اللي خدموا اللي خدموا الدوله وخدموا البلد لكن النهارده احنا اساطيرنا كنا زمان بنقول ان احنا ما بنفتكرش اساطيرنا اللي بعد ما يموتوا دلوقتي ولا حتى بعد ما بيموتوا عايشين أو ميتين ما بنفتكرش أساطيرنا. اللي لعب زي اللي ما لعبش، واللي خدم زي اللي ما خدمش، واللي أخلص زي اللي ما أخلصش. والجدع والشاطر اللي عنده إيه؟ ناس على السوشيال ميديا بتهلله له له، آه واللي, 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 واللي بيخترع بطولات زائفة ملهاش أي علاقة بالكورة ولا ولا بخدمة مصر ولا بتاع، هما دول الناس دلوقتي اللي الناس بتفتكرهم. هم دول دلوقتي الناس اللي الناس بتفتكرهم. غريبة جدا. أنا بالنسبة لي الموقف بتاع المركز الإعلامي لإتحاد الكرة المصري أتمنى إن الكابتن حازم وكابتن بركات وهم أولاد الكابتن محمود الجوهري يرفعوا سماعة التليفون يكلموا المركز الإعلامي بتاع إتحاد الكرة يقولوا لهم يا جماعة إزاي راجل زي ده يعني, زي يعني إزاي راجل زي ده ما حتى ما تفتكروهوش إيه السبب؟ هل خايفين من حد تاني يزعل؟ ما يزعل مين هيزعل؟ مين في مصر ممكن يزعل ان اتحاد الكره المصري تذكر او احيا ذكرى وفاه الكابتن محمود الجوهري مين انا عايز اعرف مين ممكن يكون يزعل مين ممكن يقول اشمعنى شايفين اهو استاد يون كرويف اهو الامستردام ارينا اللي هو يون كرويف دلوقتي الناس دي الطريقه اللي الناس بتخلد اساطيرها بيها دي الطريقه اللي الناس بتخلد اساطيرها بيها ازاي ازاي كابتن جوهري 10 سنين عدوا ويعني وفي ذكرى وفاته ما حدش كده جاب سيره الحقيقه بشكر بشكر المركز الاعلامي لنادي الزمالك والنادي المصري لانهم افتكروا الراجل المدرب اللي, اللي اشتغل معاهم حتى النادي المصري كان كابتن جوهري كان مدرب المصري يعني فتره بسيطه جدا في فتره الاعداد بس يعني عموما ولكن افتكروا الراجل يشكروا نادي الزمالك افتكر ان محمود الجوهري جالهم وكسب معاهم بطولة افريقيا وكسب معاهم السوبر وراجل يعني اشتغل بإخلاص حتى لو لفترة قصيرة لكن اشتغل بإخلاص فافتكروه. الحقيقة حاجة محزنة محزنة إن اتحاد الكرة المصري ما يفتكرش وما يحييش ذكرى وفاة أسطورة كرة القدم المصرية الجنرال محمود محمود الجوهري. بعد الفاصل هيكون معايا يعني أحد اللعيبة المهمين جدا في الدوري المصري اللي ظهروا بشكل جيد جدا خلال هذا الموسم وخلال الموسم الماضي ويعني واحد من نجوم الاتحاد السكندري الحقيقة اللي انضموا حديثا للمنتخب المصري وان أنا سعيد جدا إن إن يعني عين فيكتوريا وقعت عليه بعد الفاصل هيكون ضيفي نجم نادي الاتحاد احمد عادل ميسي شرف لي كبير ان انا متواجد معاكم في مدينه الاسكندريه احنا في الفتره دي بنقيم افضل اللاعبين اللي احنا اخترناهم وبنعرفهم على خريطه الطريق في العمل في فتره المعسكر مع الفريق ونشوف اللعيبه على ارض الواقع قدام عينينا بالنسبه لمعسكر اللقاء الحالي مع الفريق والجهاز الفني المتواجد مع الفريق الاولمبي فتره مهمه جدا بالنسبه لنا. عارفين الفتره المهمه اللي احنا بنمر بيها حاليا شاهدنا وشاهدنا مباريات كثيره خلال الفتره الماضيه شفنا بيلقي نظرة على جميع اللاعبين على المستوى الفردي في اشتراكاتنا مع النساء اثناء الدوري ولكن افضل حاجه بعد ما انا شفت المباريات وشفت الفيديوهات اللي هم يعني على ارض الواقع الثاني عنده ارتباط رسمي في شهر 10 انما الظروف خدمتنا وخدمته على ان هو حاسس ان نفس طباع الانسان المصري هو البرازيلي نفس الشخصيه نفس عشقه للكوره الناس اللي بتقابله في كل مكان حتى النهارده في المؤتمر لما قال ان اللاعبة عندها نفس الشخصيه بتاعت اللاعب البرازيلي مع فروق الفرديه طبعا بعض الفروق الفرديه وجاء على الجرح اللي هو التحرك بدون كرة لان دي الحقيقه مشكله الكرة واللاعب المصري او 90% منهم ان دايما بيتحركوا بعد الكرة ما بتوصل لهم هو لا كل تدريباته على ان الكرة من قبل ما تجيله هو بيتحرك لان مش لازم هو اللي ياخد الكوره لازم يعمل مساحه للعيب اللي جاي زميله يفضلوا مساحه عشان الراجل اللي جاي مش متراقب فكل شغله في التدريبات على على النقطه ديت احنا ما بقول عندها مهارات حابه ان هي تعمل حاجه حابه ان هي تتعلم محاضرات دايما في الصبح وقبل التدريب وبالليل بعد التدريب وورش عمل دايما مع الجهاز بتاعه الحقيقه انها شغاله ليل ونهار وده اللي انا شايفه في الجهازين بتوع المنتخب الوطني الاول مستر برضو نفس النظام وهم حابين يكتشفوا اللعيبه بنفسهم ما بياخدوش معلومات عنهم من اي حد انما هم بيكتشفوا بنفسهم اللعيبه وجايبين تفاصيل اللعيبه كلها الحقيقه الجهاز اللي معاه يعني انت هو بيحكي لك على لعيبه حاجات ممكن انت برضو تفاصيل انت مش عارفها رغم ان كل يوم في المباريات فبالتالي نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وربنا يوفقهم خاصه في ان هم جايين في فتره طويله جايه فتره طويله وكان النقطه اللي هو اخذ باله منها الاحصائيات اللي عملها على ان المرحله هي من 19 ل 23 سنه دي قليلين جدا في في الملاعب المصريه فبالتالي في خطوره على الكره المصريه في المستقبل عشان كده هم على طول بيتكلموا مع بعض وعلى وبي... اتصال دايم ببعض زي ما شفتوا في المؤتمر الصحفي المستر ميكالي احنا بنشتغل بشكل كويس جدا قدرنا ان احنا نعمل المعسكر ده يمكن هو بره الاجنده بس يعني بالتعاون مع الانديه قدرنا أن احنا نوفر أسبوع نشتغل فيه بشكل كويس كنا كنت مقدم تقرير لمستر ميكالي الفترة اللي فاتت عن اللعيبة اللي موجودة مواليد 2001 و 2002 الموجودين في مصر ويسمح لهم بالانضمام، لل... يسمح لهم يعني الانضمام للمنتخب الأولمبي، ويمكن الأسبوع دوت كان أسبوع مميز جداً ان هو يتفرج على أرض الواقع ويشوفهم بشكل آآ آآ لايف يعني ويقدر إنه هو يحكم على مستواهم بشكل كويس، يمكن ناقصنا بعض اللعيبة المهمة برضو بالنسبة لنا في إصابات، في ناس مشاركة مع نادي الزمالك في مهمته الوطنية في المباراة القادمة، نادي فيوتشر برضو عنده مباراة إفريقية برضو في لعيبة مهمة موجودة معاهم فأعتقد على الأجندة الدولية في شهر 9 في النص التاني من تسعة. هيكون اللعيبه اللي موجوده كلها المهمه بالنسبه لنا تبقى موجوده مع اللعيبه اللي موجوده في المعسكر ده اول ما بدانا مع التيم عملنا طبعا الحاجات المسحات اللي هي الخاصه طبعا بالكوفيد 19 او الكورونا مع انها طبعا قلت شويه بس لازم برضو ودي اجراءات وبنتخذ كل الاجراءات الاحترازيه الموجوده في الاوتيل من تباعد و واستخدام سانيتايزرز والحاجات اللي هي معروفة بالنسبة للكورونا الحمد لله اللعيبة كلها حالتها كويسة ما فيش عندنا أي مشاكل طبية المعسكر منظم فيه التغذية سليمة أي لعيب في مصر يتمنى أنه يكون في المكان اللي احنا فيها دي وطبعا بحمد ربنا وشرف لأي لاعب أنه يلبس شرط منتخب مصر وكمان انا ده مش منتخب يعتبر مش من سني بس الحمد لله بعد توفيق ربنا قدرت ان انا اكون موجود هنا وباذن الله نحقق بطوله البطوله ان شاء الله وميداليه ان شاء الله في اولمبياد باريس باذن الله الحمد لله على انضمام المنتخب الاولمبي دي حاجه كبيره دي هتقويني في النادي و والخطوه الجايه ان شاء الله تكون للمنتخب الاول وبشكر المستر طبعا اللي هو اختار المجموعه ديت مجموعه كبيره وإن شاء الله شرف لأي لعيب مصري اللي هو يمثل بلده ويمثل منتخب مصر طبعا لعيب الكويس آه بتعرفه من شخصيته بتعرفه من 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 اول كره جيله من اول تصرف في في المواقف في الموقف الصعب وفي لعيبه بتجيد اللعب تحت الضغوط وبتجيد اللعب في الانديه الجماهيريه احمد عادل ميسي نجم الاتحاد السكندري وناشئ الزمالك السابق واحد في رايي من اللعيبه دول تعالوا شوفوا الفيديو ده انا قلت لكم ايه على احمد عادل ميسي يوم 23 فبراير يعني من حوالي ست شهور ونص اسمعوا ده احمد عادل ميسي عجبني بقى ميسي ده قوي ميسي ده على فكره من ناشئين الزمالك ميسي ده من ناشئين الزمالك الراجل الوينج ليفت اللي كلمتكم عليه الماتش اللي فات الهدف الجميل امام ايستن كومباني أم انا بقول لكم لعيب كبير لعيب كبير قوي انا بقول لكم الراجل اللي ماسك الكوره ده 14 ده حطوا عينكم عليه بقى الفتره اللي جايه ده لعيب كبير قوي اللعيب الوحيد اللي في الدوري المصري بيعمل دريبلينج كويس بالكوره اه جيبولي لي بقى الكرة اللي بعد كده اوريكم بقى الدريبلينج بتاع احمد عادل ميسي ده مفيش لعيب في مصر وراهنكم بيعرف يعمل دريبلينج بالكوره بالسرعه بالذكاء بالمهاره بتاعت الراجل ده لعيب كبير احب قوي لعيب الكوره اللي بياخد الكوره ويروح للناس بيروح للناس يعمل لهم مشاكل وتاني انا بقول لكم افتكروا كلامي على دوانتي ال, ال... احمد عادل ميسي وجيبوا لي عنده كام سنه يا جماعه اعتقد انه عنده اعتقد إنه عنده 25 وجيبوا لي لعيب لعيب كبير بيتصرف في الكره صح عنده ثقه في نفسه بياخد الكره بيروح للناس بيرقصهم بيعمل لهم مشاكل عنده كام سنه 24 سنه 24 سنه لعيب كبير افتكروا كلامي بياخد الكوره وبيروح وبيعدي عنده ثقه في نفسه وبيلعب على الجول بيخش جوه وبيشوط النهارده الشوط التاني خد كوره ودخل عنده جراه وشجاعه وشخصيه ومهاره من احسن اللعيبه اللي عجباني ده الجون اللي جابه في ايستن كومباني النهارده عمل واحده زيها بالظبط في في الزاويه القريبه والجون طلعها عنده شخصيه عنده جراه اللعيبه الكويسه لازم نشاور عليها أنا تاني بقول لكم على مسؤوليتي إن أحمد عادل ميسي ده لو 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 حافظ على نفسه واشتغل كويس وابتدى يطور من نفسه، بصوا بيعمل إيه؟ بيعدي من بره ومن جوه بيخش عنده شخصية شخصية كبيرة جداً جداً جداً. يعني مشكلة لأي باك رايت ومشكلة لأي تفنس، بيعرف يعدي بشكل آآ آآ كويس آآ كويس آآ جداً. آآ دي طبعاً آآ بص بصوا الراجل داس على الكرة إزاي؟ طبعا حب ان هو ياخد ضربه جزاء انا انا مع الحكم ما فيهاش ضربه جزاء كابتن وليد طبعا اسماعيليه الحكم كرة ما فيهاش ضربه جزاء اللعيبه لازم تتعود ان هي تقف على رجلها في ال 18 لو يعني ده كان كلامي على ميسي من ست شهور ونص وبعديها بست شهور فيتوريا المدير الفني للمنتخب بيقرر استدعائه آه لـ لـ لمعسكر المنتخب معسكر المنتخب القادم ميسي مساء الخير مساء النور يا كابتن ايه اخبارك الحمد لله كله. ربنا يا كابتن ليه ميسي مع ان انت ايمن يعني كل اللعيبه اللي بيسموهم ميسي هو الموضوع دوت في الاول بس عامل مشكله يعني عامل مشكله شويه لان انا <applause> لأ لما كنت في الزمالك <applause> من آه كان عندي سبع سنين وقتها في ناشئين الزمالك فكان لسه يعني انت بتلعب جيم مش 11 11 5 5 فانا جبت جول وقتها راس الفريق كله جبت جول فحد من بره قال ميسي فمن وقتها هي ميسي مع ان هو الموضوع دوت مش يعني. لا لا كان لا كان حد من صحابي بره آه. قال ميسي ومن وقتها بقت ميسي <تصفيق> <تصفيق> بس هو <applause> الموضوع دوت يعني هو مش هو عيبه اكتر ما هو ميزه يعني هو عيب عليك انت الناس بتشوفك في التلفزيون لما يسمعوا اسم ميسي فمستنيين يشوفوا ميسي في الملعب وبيقارنوك يعني, يعني الناس بتعمل كده فهو انا شايفه <applause> عيب بتتمنى ان انت تغير اسمك طبعا لان هو عامل عيب عليا اكتر ما هو صعب الناس كلها عرفتك بقى خلاص يعني انا في لعيبه كتير وكل المدربين اللي معاهم ما يعرفوش ان احمد عادل اصلا. م. يعني كل لعيبه وكل المدربين عارفين الناس من ميسي، المذيعين بيقولوا ميسي ما حدش بيقول احمد عادل. م. فخلاص هي بقى الاسم بقى, بقى مربوط بيك ف عامل حمل عليك اكتر في الملعب. يعني انا واخد منك تصريحه دلوقتي ان انا اتمنى تغيير اسم طبعا. لان ميسي بيمثل عيب عليا. طبعا. دلوقتي بقى في ميسي كتير قوي. بقى في مي... أي... ميسيز. اي لعيب مميز شويه في الناشئين. فدايما الناس بتربطه باسم لعيب كبير م. وده مش صح يعني قوي بصراحه صح اللعيبه الصغيره ما حد يعني هم مش فاهمين ما مش فاهمين ايه اللي هيحصل بعدين مم. بيحط ضغوط على اللعيب بالظبط ده ضغوط مش يعني وقتها لا لكن بعدين بيبقى ضغوط مم. على اللعيب وحتى على فكره وانت صغير يعني مثلا لما يكون مثلا ياما إيه مثلا كان يقولك يقولك ايه آه آه يقول <applause> لك ايه صلاح إيه مارادونا مش عارف وعارف كم لعيب في الارجنتين بطل عشان سمي او شبه بمارادونا يعني مش بطل بس يعني ما غصب عنه فضل عايش في الشادو او في ظل مارادونا يعني فأورتيجا مثلا في وقت من الاوقات ريكلم في وقت من من الاوقات في اسامي كتيره جدا في منتخب من الارجنتين اول حاجه ده مارادونا الجديد نمره 10 بتاع خلاص انتهى بالظبط يعني ده بيبقى عيق اكتر عليك لان الناس بتبدا تقارنك بيه وده طبعا تبقى مقارنه ظلمة يعني الموضوع مش انت ما عندكش المشكله دي انت دايما لا انت <applause> ستايل <استوار تصفيق> ما عنديش مشكله لا بس عايز ابدا بدايتك في نادي الزمالك وانت كنت في نادي الزمالك من وانت صغير لغايه بالظبط يعني. آه يعني انا فاكر ان انا في الدرجه الاولى في التدريبات اول ما حضرتك جيت اول ما جيت وما كانش في يعني وقت كافي ممكن ان انت تشارك ولكن في ولاد كتيرة بتمشي من الزمالك ومن الاهلي ومن الاندية الكبيرة وان هم لما بيمشوا بيحبطوا لكن انت اللي حصل العكس حصلت على فرصة ومرة واتنين وتلاتة لغاية ما قدرت تثبت نفسك مع نادي كبير جدا زي نادي الاتحاد ودلوقتي و و بيتم استدعائك لمنتخب مصر. وطبعاً في الاول الحمد لله الحمد لله على وجودي دلوقتي في نادي زي نادي الاتحاد انا مبسوط ان انا موجود في نادي زي ده نادي كبير ونادي جماهيري انا مبسوط ان انا فيه ومبسوط ان انا بالذات مع مع راجل رئيس نادي انا بصراحه على المستوى الشخصي بحبه وبقدره وهو بيتعامل كويس مع اللعيبه انا بوجه له التحيه و... وانا مبسوط ان انا موجود في نادي الاتحاد يعني مم. لكن بالنسبه لموضوع الزمالك في الاول انا في الاخر كام سنه لي في الزمالك ثلاث سنين تقريبا كنت بحارب ان انا امشي لان كانت فرصتي في اللعب صعبه وكان ده ده كان اه داك يعني أنا... انت كنت بتحارب تمشي اه ده كان عامل لي مشاكل مع الاداره هناك ان انا مم. كل شويه انا بطلب ان انا امشي عشان عايز العب عايز اشارك انا موجود وكنت موجود في الدرجه الاولى بتمرن بس من غير ما من غير ما اشارك فانا كنت خلاص الوقت عمال بيعدي وانا محتاج ان انا العب عشان اظهر يعني م. بس فكل ما بطلب ان انا امشي امشي ما بيمشوا كل اللعيبه كلها بتطلع تخرج اعراض الا انا يعني انا الوحيد اللي ما كنتش بطلع طب ليه يعني. يعني؟ كان بيجي لك عروض اعراض؟ كان كل ست شهور يعني انت في في الصيف وفي شهر واحد كل ست شهور بيجي له أكتر من خمسة عروض من انديه الدوري. م. بس لا كان الاداره ترفض ان انا اطلع اعراض فانا كنت فده كان عامل لي مشاكل معاهم ان انا دايما بطلب ان انا امشي هم كانوا متضايقين من كده لان انا كنت شايف فرصتي في اللعب وقتها صعبه والأجهزة الفنيه اللي كانت موجوده بقى موجود معاهم واتمرن بلعب ماتشات وديه وماشي بشكل كويس لكن ما بشاركش في ماتشات رسميه. بس فكنت محتاج ان انا امشي ولحد ما خلاص بقى سن الناشئين خلص في النادي وكان عادي كمان خلاص خلص. فوقتها مشيت وانا عندي 21 سنه او 22 سنه. على روحت على مصر؟ رحت على المصري سافرت شويه الاول وبعد كده رجعت على المصري. رحت سافرت فين؟ سافرت في اليونان في بنات في في اليونان. اختبارات يعني كان ولا جاي جاي. جاي. انا كان جالي لي فتره معايشه هناك مم. عن طريق عبد الرحمن مجدي بقى اديله حقه بصراحه ان هو تعب في الموضوع ده كتير عبد الرحمن يعني مجدي الاسماعيلي الرحمن لا لا عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن مجدي اه اه عبد الرحمن مجدي طبعا ده شخصيه آه جميله بالظبط فهو كان جاب لي عرض كان وكيل لعيبه ووكيل لعيبه لغايه دلوقتي شغال بشكل كويس كان جاب لي واعلامي شاطر بالظبط فهو كان جاب لي عرض بس المشكله ان انا كنت العرض جالي بعد ما مضيت في المصري امم فانا لما العرض جالي ما كانش عرض انا كان فتره معايشه رحت, خمس رحت 15 رحت يوم رحت حسيت ان ايه فرق عنه لا في الاول ما انا كان راح رايح 15 يوم لعبت معاهم ماتش ودي بعد يومين بعد يومين خليني امضي يعني انا مضيت بعد يومين هناك اه يعني مضيت في باناثينايكوس مضيت وبعدين مم. حصل مشكله ان المصري حب يرجعني لان الجمهور هناك ضغط قال لك لا ازاي لعيب بيض عندنا وبيهرب والكلام ده ف وانا ما كنتش هربان انا كنت متفق مع الكابتن هاب جلال واتكلمت معاه لان هو كان موجود مم. فلما اتكلمت مع علي دي فرصه ليك وانا مش مش في طريقك يعني سافر ولو ما فيش نصيب خلاص ارجع وانت موجود معانا فسافرت ومضيت وكده بس حصل مشكله بقى ان الاداره رجعتني ف اداره مصر رجعتني بعد كده لقيت فرصه المقصه اجدت مع المقصه وبعد كده رحت على الاتحاد بالظبط اه الحمد. صحيح. طب الاتحاد السنه دي بدايه مع الكابتن حسام حسن وفتره اعدام مع كابتن حسام حسن كابتن حسام وكابتن ابراهيم طبعا ثم بعد كده تغيير كابتن عماد عماد النحاس وانهيتوا الدوري مع الكابتن محمد عمر قول لي بصراحه ليه الدروب اللي حصل مع الكابتن حسام حسن رغم ان مع الاسماء اللي موجوده واللعيبه المميزه ووجود اسم كبير زي كابتن حسام او اسامي كبيره زي كابتن حسام وكابتن ابراهيم ووجود عبد المنصف وخبرات كبيره الجميع توقع ان الاتحاد السكندري هيكون يعني احد المنافسين على المربع ولكن البدايه كانت على عكس ما الناس توقعت هو مش دروب احنا بدانا بشكل كويس معاه وكنا اكتر فريق جاب بمسجل اهداف في الدوري وكنا ماشيين كويس قوي مع كابتن حسام في الاول بعدين طبيعي بيحصل في اي نادي ان ممكن يحصل دروب في وسط الموسم او في ماتشين ثلاثه فانت مش كان انت في نادي جماهيري وجماهير الاتحاد بالاخص يعني ان هي طول الوقت عايزه تكسب ودي ميزه مش عيب وكابتن حسام وكابتن ابراهيم برضه عندهم الميزه دي ان هم طول الوقت مهما كانوا بيلعبوا مين عايزين يكسبوا اهلي زمالك انا نازل اكسب مش نازل اقفل واخد نقطه وابقى انا كده كسبان لا انا نازل اكسب الماتش بس فطبعا دي مش كل اللعيبه بتستحمل الضغط ده مم. مش ومش كل اللعيبه اللي موجوده بتستحمل ضغط الجمهور كمان لان يعني انت اللعيبه الموجوده في لعيب ممكن الجمهور يبقى بالنسبه لهم حافز واللي لعيبه ثانيه الجمهور بالنسبه لهم يعني عامل ضغط عليهم لان هم ما تعودوش ان هم يلعبوا معظم لعيبه الاتحاد الجمهور كان عامل ضغط عليهم مش مش هقول معظم اللعيبه بس انت معاك في الملعب لعيبه ما كانتش لعبت في انديه جماهيريه قبل كده او حاجه فممكن كانوا قلقانين شويه مم. وانت في الوضع يعني في الوضع لما يكون فريق خلاص بقى انت الكره بتهرب منك والكلام ده في لعيبه كتير ما بتبقاش ما بتبقاش عارفه تركز في الملعب اكتر بتركز بره الملعب. م. فوقتها حصل تغيير فانت طبعا تغيير المدربين دوت في وسط الموسم وحاجه هو مشكله اكبر يعني مش ميزه. لان انت غيرنا ثلاث مدربين تقريبا. اه كابتن حسام وكابتن عماد. انت لما بتاخد وقت يعني انت بتاخد وقت على ما تاخد تتعود على طريقه لعب الكابتن عماد النحاس بعد الكابتن حسام حسن فده بتاخد وقت، بيجي الكابتن محمد عمر بتاخد وقت على ما بس وقت الكابتن محمد عمر ما كانش فيه وقت خلاص ان انت تتعود على طريقه لعب مدرب فكانت خلاص في مرحله انت لازم تتحمل مسؤوليه ولازم كل لعبه تكون على قدر المسؤوليه وده اللي حصل الحمد لله وقدرنا احنا نعدي من الموقف ده. ايه الفرق ما بين كابتن حسام حسن وكابتن عماد النحاس وكابتن محمد عمر؟ الكابتن حسام دايما عايزك تدي 100% يعني اللعيب معاه مثلا مستواه بيديك 60% 70% لا هو عايزك 100% طول الوقت م. ودي ميزه وانا انا على المستوى الشخصي بحبه وانا مبسوط ان انا اتدربت معاه وكان سبب رئيسي ان انا اكون موجود في نادي الاتحاد بصراحه. م. هو اللي اختارك. هو اللي اختارني اه يعني انا كان وقتها لما مشيت من المقصه كان جالي عروض اكتر يعني لو هنتكلم كفلوس هو كان اكتر من الاتحاد بس انا بعد التليفون من الكابتن ابراهيم حسن والكابتن حسام اخترت ان انا اكون موجود في الاتحاد مع, مع الحاج محمد مصرحي وفي فتره يعني. الاعداد حسيت ان انت ندمت؟ لا لا <تصفيق> لا, لا. <تصفيق> فتره الاعداد جامده بتاع كابتن حسام طبعا, <applause> طبعا. يعني رمله <الفترة تصفيق> في, في اي مكان, <applause> مكان جامده <applause> <applause> بس مع الكابتن حسام تبقى اجمد شويه اه فعلا الكابتن حسام بيهتم طبعا بالعمل البدني عشان بيضغط آه، ضغط ضغط عالي وبيشتغل كويس جدا في فترات آه الاعداد احكي بعد كده كابتن عماد النحاس يعني كابتن كابتن عماد جه و... والنتائج كانت يعني متذبذبه ايه اول حاجه حسيتها ان الفرق ما بين كابتن عماد وكابتن حسام؟ هل كابتن حسام بيشتغل يعني ب... ايه الفرق في الاسلوب؟ يعني كل اللعيبه لما بيجي لها اتنين مدربين يشتغلوا معاهم بي 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 اول حاجه بي بعد اسبوع شغل لا في فرق مثلا في كذا في فرق في كذا في حاجات ايجابيه في كذا في حاجات سلبيه في كذا انت حسيت ايه الفرق هو طبعا الكابتن عماد مدرب كبير زي الكابتن حسام بالظبط بس الفكر ان الفكره ان طريقه اللعب بين الكابتن حسام والكابتن عماد مختلفه تماما ايه بقى اقوله فانت كابتن حسام طول الوقت بيهاجم وطول الوقت عايز يكسب وطول الوقت بيهاجم بيدافع يعني بيهاجم من قدام فطريقه اللعب احنا لما خدنا وقت ان احنا نغير من طريقه اللعب كابتن حسام كابتن عماد كنا خسرنا ثلاث ماتشات او اربع ماتشات بعد كده الدنيا مشيت وكسبنا كذا ماتش ورا بعض مع الكابتن عماد م. وفي الاخر برضه طبيعي خسرنا ماتش او ماتشين زي ما في اي يعني زي اي ما فرقه اي فرقه بتخسر م. بس فلكن احنا كنا المشكله ان احنا كنا في وقت ما كانش في وقت انت تخسر ماتشات فعشان كده كان كانت حصلت مشكله كبيره يعني طب عايز اسالك على الكابتن محمد عمر يعني جالكم في الاخر كابتن محمد شخصيه هاديه شخصيه الناس كلها بتحبها وبتحترمها هل كابتن محمد اهتم بالعامل النفسي اكتر حاجه عشان يقدر ان هو يخرجكم من الحاله اللي انتوا كنتوا فيها بالظبط هو اللعيبه كانت محتاجه في الوقت دوت اكتر ما محتاجه مدرب كان محتاجه حد يتعامل معاه نفسيا كويس امم فكابتن محمد عمر يعني هادي وهو بطبعه هادي فاشتغل مع اللعيبه على النقطه دي وتعامل مم. معاه نفسيا كويس فاللعيبه طلعت كل عندها في الملعب عشان كده اخر اربع ماتشات تقريبا لعبناهم كان احسن اربع ماتشات لعبناهم في الدوري السنه دي مم. مع الكابتن محمد عمر احسن اربع ماتشات لعبتهم مع الكابتن محمد عمر مم. طبعا لان بسبب هو بسبب الهدوء النفسي والتعامل بالظبط هو خلى لعبة كلها هاديه عايزه يعني خلى لعبة كلها جدد الباور عندهم ان هم عايزين يدوا تاني مم. جدد دوافع عندهم بالظبط صحيح نادي الاتحاد يعني نادي كبير ويستحق ان هو يكون موجود في مكانه افضل لكن انتوا انتم عارفين ان المنافسه مش سهله المنافسه ما بقتش سهله في الدوري في الدوري المصري مع وجود انديه بتضخ استثمارات كبيره جدا بتعقد مع لعيبه بارقام بارقام كبيره دلوقتي الانديه الجماهيريه ما بقاش عندها يعني الافضليه زي الاول في ان هي تقدر تكون موجوده في في المربع ولكن انا اتوقع ميسي ان السنه الجايه تكون مختلف لان السنه الجايه المهندس كامل ابو عادي مع المصري هيبني فرقه كبيره والاسماعيلي يعني ممكن ان هو يجيب مدرب كبير ويبني فرقه كبيره وبالتالي الاتحاد مش هيسكت برضه الاتحاد هيشتغل ان هو آآ آآ يعني يجيب لعيبه كويسه وانا عارف الحاج مصالح مش هيسكو مش هيسكت مش هسيب الاتحاد يعني بعيد بعيد عن الصوره انت رايك ايه اللي في الدوري المصري طبعا هي انديه الشركات كترت مم. وكل ما انديه الشركات بتكتر في الدوري فانديه الشركات معاها فلوس اكتر من الانديه الجماهيريه فاللعيبه بتختار الانديه اللي فيها فلوس والانديه اللي فيها اكتر يعني اكتر استقرار فيهم في الانديه الأندية الشركات مش الانديه الجماهيريه فاللعيبه دايما بتميل للانديه دي <applause> يعني مش كل لعبة بتحب النادي حقيقة فعلا إن يعني انت تفضل ان انت تلعب في نادي ما يكونش جمهور كتير بيشجعك بس فلوس اكتر هي بتختلف من لعيب تاني <applause> انت تفضل من اللعبة... لا انا طبعا بحب الانديه الجماهيريه <applause> يعني الانديه الجماهيريه طبعا دايما بيبقى عندهم حافز دايما عايز تكسب دايما بتلعب على بطوله فانت كسبت النهارده عايزك تكسب الماتش الجاي عكس انديه الشركات هم بس قاعدين في الدوري ومبسوطين لا بس انديه خلي بالك حتى الانديه الخاصه ما تخليش الناس تقول عليها انديه شركات النهارده بيبقى عندهم اهداف ان هم لازم صحيح مش اهداف قدام جمهورهم لكن اهداف قدام المسؤولين عن مسؤولين بتوع النادي ان هم يعني نادي زي فيوتشر مثلا عايز ينهي الدوري في المركز الرابع ينهي الدوري عايز يفوز ببطولة آه نادي آه فرقه نفس الكلام نادي البنك الاهلي السنه دي هو بيصرف يعني ابو جبل راح البنك الاهلي رزاق سيسي راح البنك الاهلي وقبليهم احمد توفيق بيبني فرقه كبيره بالعكس ممكن يكون اه مفيش ضغوط الجماهير مفيش ضغوط الجماهير اللي هي اللي ممكن تكون دافع كبير يعني ولكن صدقني كل الانديه دي بتلعب ان هي عايزه تنهي الدوري لان خلي بالك انت بتصرف فلوس كتيره لو ما نهيتش الدوري في مركز كويس ده يعتبر فشل ليك كلعيب وكمدرب وكمسؤول فاكيد كلهم بيحاربوا ان هم ينهوا الدوري في مركز متقدم طبعا وده بيفرق في المدير الفني الموجود م. يعني المدير الفني دايما الحافز اللي عنده وطموحه هو بيبقى طموح للعيب م. المدير الفني عايز يكسب عايز يبقى اللعيب عايز عايز يكسب م. المدير الفني عايز يتعادل ماتش ويكسب ماتش ويخسر ماتش فاللعيب هيبقى نفس الطموح ففيوتشر زي ما حضرتك قلت يعني كابتن علي ماهر دايما بيبقى عايز يكسب م. فعشان كده فيوتشر ماشيين كويس وفنشوا بيلعبوا كونفدراليه الموسم الموسم الجاي هي بتختلف مي يعني مين بيدير م. يعني اللي بيدير على حسب المدير الفني موجود فاللاعب بيبقى على نفس الدماغ طيب قول لي بصراحه يعني هل تفاجات بـ 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 بوجود اسمك في قائمه المنتخب للمعسكر القادم ولا كنت بتتمنى ولا آه كنت متوقع هو انا كنت متوقع في الاول لان مستر فيتوريا كان بيتفرج على ماتشات مم. وهو مدير فني جديد جاي فطبيعي ان هو بيشوف الماتشات وبيشوف اللي لسه اللعيبه من اول وجديد فالماتشات الفتره الاخيره الحمد لله كنت ماشي كويس فانا كنت متوقع ان ده ممكن يحصل مم. يعني, انت 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 تلعب يعني انت, انت كنت بتلعب ومتوقع اه فما يعني كنت, انت بتبقى عارف مثلا ان في التو... الجهاز الفني المنتخب جاي النهارده او موجود النهارده بع... بعرف بعد الماتش يعني مم. بعد الماتش ب... قبل الماتش لا لا قبل الماتش ممكن اعرف يعني ممكن حد يقول من من الجهاز الفني بيع... على اساس ان ده دافع للعيبه اللي بتلعب بالضبط يعني. بالظبط لكن م. ممكن هتعرف الماتش ممكن لا م. لكن انت الم... يعني انت طول الوقت بتبقى عايز تكسب وطول الوقت انت في نادي جماهيري فانت عايز تظهر بشكل كويس فمدرب المنتخب موجود او مدرب المنتخب مش موجود فانت دايما بتعمل اقصى حاجه عندك م. فده الحمد لله ساعدنا ان احنا نقدر ن... يعني نظهر بشكل كويس ونبقى موجودين مع المنتخب يعني انت كنت متوقع بالظبط مش مفاجاه بالنسبه لك لا ما اتفاجئتش وهل ده بيخليك ان انت يفضل عندك الامل ان انت يبقى موجود اسمك في القايمه النهائيه للمعسكر وقول لي ايه اللي انت هتعمله خلال الاربع ايام اللي هو المعسكر التمهيدي خلينا نقول اللي من 13 ل 17 ايه اللي انت شايف اللي انت ممكن تعمله علشان تقنع فيتوريا ان انت تبقى موجود في 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 القايمه النهائيه هو طبعا يعني في الاول وشرف لاي لعيب ان هو يعني بيمثل منتخب مصر م. طبعا انت في بتلعب مع لعيبه يعني انت هيكون موجود معاك لعيبه كبيره وفي لعيبه كتير كمان لسه هتيجي النهارده كان قايمه المحترفين النهارده ولسه في لعبه جايه من الزمالك وفيوتشر فانت هيكون لسه في يعني في لعبه هتكمل وفي لعبه مش هتكمل في منافسه كبيره بالظبط فانت يعني هتعمل اقصى حاجه عندك وفي الاول في الاخر ده بقى نصيبك فانت م. هتعمل اقصى حاجه عندك والباقي يعني مكتوب لك تكمل هتكمل بس, بس لكن بس انت دايما بتعمل اقصى حاجه عندك إي 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 انت شايف يعني مثلا عايز اقول لك مثلا فيكتوريا مثلا واحد من روي فيكتوريا واحد من المدربين اللي بيهتموا بشخصيه اللعيب بيهتموا بشخصيه اللعيب بشكل كبير انت شايف ايه اللي انت المفروض تعمله في المعسكر عشان تبين له ان انت او في التدريبات عشان تبين له ان انت عندك شخصيه قويه تستحمل ان انت تمثل المنتخب مش في المعسكر هو الشخصيه في الملعب هي اللي بتفرق م. مش بره الملعب يعني انت في الملعب دايما الشخصيه اللي بتفرق انت م. بتقدر تتحمل الضغط وتتحمل المسؤوليه ولا لا يعني انت في الملعب هو اللي بيفرق في الاخر م. فطبعا ده هيبان من التدريبات ومن الماتشات لو في ماتشات قدام ده هيبان م. بس مين يستحمل او لا صحيح وانا متوقع على فكره برضو ما تستغربش ان ممكن فيكتوريا يطلب منكم ان هو جلسات فرديه ويقعد يتعرف عليك بشكل بشكل اكبر لكن لان انا عرفت ان هو يعني مهتم جدا بحته شخصيه اللعيبه وهو مقتنع ان شخص ان اللعيب بياخد شخصيته معاه جوه جوه الملعب فالنصيحة ليك ونصيحه لكل المنضمين حديثا للمنتخب ان انتوا لازم تبينوا للراجل ان انتوا مش مش هايبين الموقف ان انت مش خايف ان انت ايه يعني انا في منتخب مصر واستحق الفرصه ان انا اكون موجود هنا ولو لعبت حتى خمس دقائق هلعب بشكل كويس، الراجل لو حس ان لو شم ان ان انتوا عندكم الشجاعه ان انت مش هايب ان انت بتلعب جنب جنب محمد صلاح او جنب تريزيجيه او جنب حجازي او كل اللعيبه الكبار اللي موجوده في المنتخب هتكون فرص وجودك في القائمه النهائيه اكتر بكتير، صح عايز كده ولا لا؟ صح طبعا بس مم. هو الموضوع ما فيش خوف يعني اللي هيخاف هيخاف ليه؟ مم. يعني انت بتلعب ماتشات وبتتدرب زي ما زي في, في النادي مم. يعني هو الخوف هيبقى موجود خوف ليه اصلا؟ مم. يعني ما, ما في, في لعيبه انت عارف بتخاف بقى من من مثلا يغلط على الم ما اعتقدش لعبة. ما اعتقدش فيه يعني يتربى في لعيب يعني اتربى في الاهلي والزمالك لعب في الزمالك او الاهلي 15 سنه او حاجه ودايما بيلعب ودايما بياخد بطولات ودايما بيكسب ابقى خايف من ماتشات رسميه مع المنتخب ما اعتقدش لا صحيح يعني انت مش خايف؟ لا طبعا يعني على يعني العموم بتمنى ان شاء الله بالتوفيق المنافسه صعبه ولكن انت اديت موسم هايل لغايه دلوقتي مع نادي الاتحاد وتستحق ان انت تكون موجود في القائمه المبدئيه وبتمنى ان انت تكون موجود في القايمه النهائيه ان شاء الله وفي الاخر الراي بتاع فيكتوريا وكلنا هنكون وراه في كل اختياراته وفي كل ارائه متمنين من ربنا ان ربنا ان شاء الله يوفق منتخبنا تحت قياده روي فيكتوريا. تعالوا طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع احمد عادل ميسي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتادا وضيفي احمد عادل ميسي نجم الاتحاد السكندري واحد من اولاد الزمالك في صفوف ناشئين تربى في صفوف ناشئين الزمالك والمنضم المنضم حديثا في القائمه المبدئيه لمعسكر منتخب مصر القادم. هقول لك احمد بقى مش هقول لك ميسي احمد <applause> احمد رايك رايك ايه في 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 نادي الزمالك وانت راجل واحد من ابناء نادي الزمالك وانا عارف ان انت زملكاوي رايك ايه في اللي حصل في نادي الزمالك والطفره الكبيره اللي حصلت في نادي الزمالك السنه دي طبعا دلوقتي في استقرار لما بيكون في مدفن اجنبي بيعرف يلم الدنيا ويلم اللعيبه مع وجود استاذ امير مرتضى فعاملين استقرار في في النادي فده طبعا فارق فارق جدا مع النادي وشفنا التحول اللي حصل من بدايه الدوري الزمالك ما كانش ممكن كان ممكن ما يفنش في اول اربع مراكز مم. فمن بعد انت حسيت ان انت لما اتفرجت في اول الدوري الزمالك كان ي... بعيد الزمالك كان بعيد جدا مم. وقلت كمان الدنيا لسه هتبعد اكتر لكن بعد ما الدنيا اتلمت ووجود امير مرتضى ووجود مستر فييرا فلا الموضوع اختلف خالص بصراحه مم. ما تنساش مرتضى منصور اسمع كلامه طبعا <تصفيق> طبعا <applause> حطه بعديهم طيب قول لي بصراحه هل في تفاوض من نادي الزمالك لرجوعك حد كلمك من نادي الزمالك؟ لا هي كلها اكتئابات صحفيه وكلها يعني هو كلام شفهي كله ما فيش حاجه لسه مش حد معاك؟ في كلام حصل من من وكلاء لكن ما فيش حاجه رسميه حصلت ما فيش كلام مم. مع النادي حصل يعني وكلاء ايه يعني وكلاء يعني قريبين منك حصل ولا ولا وكلاء بيكلموك وكلا لاول مره يقولوا لك لا لا, أن لا الزمالك انا الزمالك عايزك في كلام مع وكيلي كابتن تامر النحاس وفي كلام من وكلاء ثانيه يعني كابتن تامر كلمك قال لك ان الزمالك مش الزمالك مع... مش الزمالك مش يعني مش هتكلم على حد معين لكن في كلام حصل لعروق كتير لكن كل حاجه هتبقى عن طريق النادي كل حاجه انا لسه بقالي موسمين مع النادي وانا مبسوط بصراحه في الاتحاد م. فعشان امشي من الاتحاد همشي وانا جاي لي عرض ما يترفضش وما يعني النادي استفاد قبل ما انا استفاد م. فعشان امشي من الاتحاد لازم النادي هو اللي يمشي عن طريق النادي وعن طريق الحاجة مصالحه يعني هل بيبقى مس... عندك تخوف ان انت مثلا لو رحت نادي زي الزمالك عندك حته المشاركه بالنسبه لك ان انا اكون موجود مثلا في نادي الاتحاد نادي كبير طبعا بشارك بصفه اساسيه واحد من اللعيبه المهمه في الفريق بالنسبه لك افضل من ان انا اروح الزمالك ومبقاش لعيب اساسي على طول ولا النادي يعني النادي بحجم نادي الزمالك يستحق ان انا ممكن اروح وانافس وانافس بشرف على مركزي وبعند عندي ثقه في نفسي ان انا ليه لا ما في لعيبه تانية صغيره راحت واثبتت نفسها ولعبت إيه تفكيرك عامل ازاي؟ طبعا كل لعيبه تتمنى ان هي يجي لها عروض من أهل وزمالك يعني ما مش هن... محدش حدش هينكر ده كل لعيبه بتفكر ان هي تلعب اهلي وتلعب زمالك وده طموح لعيبه يعني ده دي مش حاجه عيب ده طموح لعيب طبعا انت يعني انت مشكرتك مش يعني مشاركتك اساسي او لا دي حاجه ترجع لك، حاجه ترجع للمدير الفني الموجود مقتنع بيك او لا. مم. انت لو المدير الفني مش, مش يعني هو مش مقتنع بيك من الاول مش هيجيبك. مم. لكن انت بقى اذا كان يعني تدريباتك وماتشاتك الماتشات اللي انت لعبتها. لا بس في لعيبه كتيرة ميسي بتروح يا احمد مش هقول ميسي بتروح من الاهلي والزمالك وبيبقى المدير الفني ما بعد كده ما بيلعبهاش دي لعيبه يعني حسام حسن راح النادي الاهلي مثلا م... ما شاركش بصفه ممكن لعيبه ما حطتش يعني هي ما اتحطوش في الضغط ده قبل كده مم. يعني طبعا الانديه الجماهيريه بالذات الاهلي والزمالك يعني بالاخص طبعا الضغط مختلف تماما انت ما عندكش دي. المشكله دي لا طبعا مم. لا لا انت بتعود تلعب تحت الضغط بالظبط ان انا قعدت في الزمالك 15 سنه تقريبا مم. ولعبت الفريق الاول فوق قعدت مع الفريق الاول اكتر من سبع سنين كنا كان يعني اول موسم ليا كان في الاول كان محرجك لما كنت مم. موجود مم. وكان حصل موقف بيني وبينك انت عارف انت اكيد مش مش فاكر الموقف كنا في معسكر وكان عندنا ماتش الاهلي فدخلنا معسكر قبلها بخمس ايام تقريبا مم. وكان قائمه الماتش كانت 22 ما... 22 لعيب وكان لسه قائمه 18 لعيب فانا كنت من الاربعه اللي بره السكور فانت ناديت لي قبل ال... بعد التمرين كده مع... قبل الماتش ناديت لي وقلت لي انت جاهز فقلت لك تمام يا كابتن جاهز قال لي طب ركز عشان تعمل الماتش اللي بعد الماتش الاهلي على طول وبعد الماتش الاهلي احنا خسرنا 2-0 وحضرتك مشيت ما كملتش آه فانا نزلت ثاني ناشئين بعدها نزلوك ناشئين ثاني آه. تاني عارف ليه؟ عشان انا ساعدتك بالظبط ومشوا بيها للمحمدي عشان انا اللي جبته بالظبط ده اللي حصل يعني. ده اللي حصل اه ولكن يعني ساعات ساعات بتحصل ساعات بتحصل في الكوره بتحصل في احسن حتت ولكن للاسف الموضوع ده حصل في نادي الزمالك مع اكتر مع اكتر من من اسم ميسي ما حدش كلامه في النادي الاهلي برضو كلام نفسي نفس كلام الزمالك مع... ونفس العروض اللي موجوده كلها كلها, كلها كلها كلام ما فيش حاجه مم. رسميه بس انت الاولويه بالنسبه لك انت عايز كل حاجه تتم عن طريق نادي الاتحاد طبعا طبعا مم. انا لسه بقالي في النادي موسمين وانا مبسوط بصراحه ان انا موجود في نادي الاتحاد وانا مبسوط معاهم يعني مم. نفسيا معاهم مرتاح طالما مرتاح معاهم فمش هغير المكان الا لو جالي عرض نادي يستفيد وانا كمان ممكن استفيد منه مم. بس لكن انا مرتاح معاهم وانا مكمل معاهم لحد دلوقتي طب كلنا تابعنا خبر تجديد عقد زيزو وزيزو يعني احسن لعيب في مصر واحد من احسن اللعيبه في, المصريين حاليا بيقدم مستويات عاليه جدا هل بالنسبه لك استمرار زيزو في الزمالك كان مفاجاه خاصه بعد العرض المغري اللي جاله من الريان القطري وبتفسر ده بايه ان نادي الزمالك اصبح ايه عشان اللعيبه تفضل دلوقتي نادي الزمالك عن الموجود في اي مكان اخر بص الاول هو زيزو عامل موسم كبير في نادي الزمالك يعني هو من الاسباب الرئيسيه ان الزمالك ياخد البطولتين اللي هو الدوري والكاس يعني الدوري الاخير <applause> وهو كمان مرتاح في الزمالك هو بالنسبه للجمهور دلوقتي بطل شعبي فهو ليه هيغير المكان انا <applause> مرتاح والنادي قدره <applause> النادي قدره ماديا فليه هيغير المكان هو <applause> مثلا هياخد بره 10 وياخد في الزمالك 5 الزمالك قرب الدنيا معاه شويه والفرق دوت يعني فرق بقى جمهور وفرق بقى شعبيه وتراث بالظبط فليه هيغير المكان <applause> وكمان كمان اللعب في الزمالك بيقربك للمنتخب اكتر طبعا او اللعب في نادي كبير طبعا يعني الانديه اللي بيبقى فلوس اكتر في الخليج طبعا فلوس اي لعيب هيفكر في الفلوس لكن في لعيبه بتحسبها مش بس فلوس زي ما زيزو عمل زيزو حسبها يعني فلوس فكر في فلوس طبعا لكن برضه في نفس الوقت فكر في اسمه في تاريخه مع النادي وفي البطولات اللي لسه هياخدها وان هو ماشي مع النادي كويس فانا ليه ماشي كويس والناس مقدراني فانا ليه اغير المكان طب واحده من من العوامل المهمه اللي منجحه زيزو انا قلت والده ان والده بيفكر له كويس انت تعاملك ايه ما يعني يعني مين اللي قريب منك من عيلتك بينصحك في الكوره؟ انا طبعا اي حاجه بتحصل لي كويسه في حياتي فهي عن طريق ابويا آه. يعني اي حاجه حصلت لي وبتحصل لي لسه هو ابويا السبب فيها بعد م. ربنا يعني فدايما بيتكلم معايا ودايما بنصحني وهو يعني الداعم الاول والاخير ليا يعني هو واخويا الكبير انت شايف كبير. ان موضوع العيله والاب وكده ده مهم جدا طبعا طبعا بتفرق طبعا م. طبعا صحيح عايز اسالك اروح للأهلي ويعني للأهلي ويعني اسالك على 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 السوارش سوارش مدرب جي اشتغل في وقت صعب واضطر ان هو يلعب بالولاد الصغيره وبعد كده رحل انت شايف ان شعره اتظلم جوه النادي الاهلي ولا انت كنت حاسس من اول يوم ان هو مش مدرب الاهلي لا لا هو طبعا اتظلم لان يعني هو جه فتره صعبه وبعدين ما يعني مش بس فتره صعبه كمان اتحكم عليه ان هو يلعب بلعيبه معينه مم. فده طبعا ظلم ليه يعني هو ما مم. ما خدش فرصته كامله مم. فهو جه في ظروف صعبه فما الاهلي طبعا مش هيستحمل ان هو يخسر ماتشات ويخسر موسم دوري وموسم تاني فعشان كده, كده ده كان قرار حلو انا شايف ان هو اتظلم طبعا طيب عايز ارجع ارجع لك تاني للمنافسه في 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 المنتخب وانت راجل بتلعب وينج ليفت والحته دي متوقع يبقى فيها تريزيجيه وممكن ممكن مرموش وممكن احمد رفعت لو تم لو تم اختياره من من اللعيبه المنضمه من من فيوتشر انت شايف المنافسه تبقى عامله ازاي؟ هي المنافسه طبعا مش سهله مم. يعني ما فيش منافسه هتبقى سهله في منتخب مصر مم. لكن طبعا يعني كل واحد هيعمل اللي عليه وفي الاخر هتصب في مصلحه المنتخب مم. يعني كل لعيب موجود يعمل عي... 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 اقصى حاجه عنده مم. يعني لو انت تدي 100% تدي 200% لكن طبعا كله في الاخر ده في مصلحه المنتخب وفي مصلحه المدير الفني كمان ان هو يكون عنده اوبشن لعيب واوبشن لعيب تاني والتلاته فلا يعني ده يبقى في مصلحه المنتخب اعتقد يعني طب عايز اسالك سؤال في حاله ان انت رحت في القايمه الاوليه زي ما انت رحت وبعد كده تم استبعادك في المعسكر النهائي هل ده هيمثل احباط ليك ولا ده بيمثل دافع ليك ان انا الراجل عينيه عليا الراجل حطني في الـ في, الـ في الاسامي المبدئيه وده معناه ان انا قريب جدا للدخول مره ثانيه للمنتخب خالص يعني مش هيأثر خالص لان ده انا مقتنع ان هو رزق مم. فانا خدت رزق دلوقتي ودخلت المنتخب كملت او ما كملتش انا يعني انا كل اللي عليا عشان ما ابقاش ما ابقاش قصرت في حق نفسي فانا هكمل مم. وهكمل شغل اذا كنت مم. كملت او لا فده رزقي ونصيبي مم. ما كملتش فانا هكمل شغل زي ما انا شغال واذا كنت موجود وده معناه موجود معنى وجودك اصلا في الاساس معناه ان الراجل معترف بيك يعني معناه ان الراجل بيفكر فيك بشكل ايجابي وان هو حاطك في الصوره ده يعتبر دافع ليك طبعا مم. طبعا ده بيخليك تشتغل اكتر ويخليك يعني كل ماتش بتبقى عايز تعمل احسن من الماتش اللي قبله عشان خاطر تبقى مكمل على طول وموجود على طول في الصوره امم صحيح وانا معلوماتي اقول لك يعني ما اعرفش المفروض اقول لك الكلام ده ولا لا ولكن معلوماتي ان فيكتوريا اتكلم عليك بشكل كويس جدا يعني خلال المباراة بتاعه الاتحاد اتكلم عليك يعني نقل صوره للجهاز بتاعه ونقل صوره للناس المسؤولين بشكل كويس جدا ف طب لله شد حيلك في الـ في الـ في الايام في 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 اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمك يعني ايا كان موجودك في في النهائيه من عدمه انت وجودك مع المنتخب من يعني يعتبر يعني انجاز بحق يعني إنجاز مش سهل ان العيب بيروح من من بره الاهلي والزمالك ويروح ويثبت نفسه دايما محتاجه مجهود مجهود كبير متوقع الدوري المصري يبقى شكله عامل ازاي السنه الجايه طبعا زي احنا شفنا السنه دي الاهلي يعني اول مره تحصل من فتره كبيره قوي ان الاهلي مش بيفنش الاول ولا ثاني دايما الاهلي والزمالك ورا بعض م. فهي كل سنه بنفسها بتكون اصعب كل سنه كل ما كان في فلوس اكتر في الدوري في الانديه اللي بتطلع من تحت فكل ما الدوري بيبقى اصعب فاعتقد يعني يعني الدوري مش متوقع مش معروف مين هياخد الدوري ومين لا مين هيفنش في اول اربع مراكز ومين لا هل هل هل, هل دخول الجمهور فرق معاكم بشكل كبير طبعا مم. طبعا ان دايما الجمهور هو الدعم الاول والاخير مم. ليك فانت مم. بتلعب مع فريق في جمهور فده دافع ليك اكبر انت دايما عايز تكسب فطبعا بتفرق يعني صحيح وسمعنا يعني في حديث سات النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه مع زميلي هاني حتحوت ان هيتم طلب زياده عدد الجماهير وده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله ان عدد الجمهور يزيد السنه اللي جايه ونبتدي نرجع يعني خطوه خطوه الجمهور للملاعب مره تانية وانا شايف ان المسؤولين يعني ماشيين يعني في, في الاتجاه ده بشكل كبير جدا ان شاء الله السنه الجايه نبدا الدوري باعداد باعداد اكثر وبعديها بثلاث اربع اسابيع تبتدي تزيد الاعداد مره تانية طب انا محضر لك شويه صور وعايزين نشوف تعليقك عليها الصوره الاولى لميسي انت قلت لي ان ميسي اسم ميسي ده لقب ميسي بيمثل ضغط كبير جدا عليك وتتمنى انه هو يتغير طبعا م. طبعا ان يعني هو احسن لاعب جه في التاريخ فانت هتتقارن بيه فدي مقارنه مش 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 فير يعني. وانت دايما بالضبط طب ليه تحطوني واحد <applause> انا مالي ها انا مالي ده <applause> طيب عايزين نخش الصوره الثانيه كريستيانو رونالدو انت بتشوف كريستيانو رونالدو احسن ولا ميسي لا ميسي ميسي ها بس بحب كريستيانو شكل طبعا ما حدش يقدر يتكلم عليه بس أه. طبعا ميسي مختلف بصراحه م. يعني كم كابتن حسام حسن كابتن حسام حسن على مستوى الشخص بحبه جدا وهو كان يعني سبب رئيسي ان انا اكون موجود في نادي الاتحاد السنه دي هو تقول له ايه الرساله اللي بتقولها فاتمنى ان اتضرب معاه تاني يعني اتمنى إن اتضرب مع حسام حسن إن شاء الله. كابتن حسام حسن اسطوره طبعا و... وواحد برضو من افضل المدربين اللي دربوني على فكره انا لا انا لعبت مع حسام حسن ودر... ودربت تحت ايده حسام حسن الكابتن حسام حسن مش اي لعيب هيستحمل الضغط اللي هو دايما عامله آه. لكن انا كنت حابب ان انا اشتغل معاه بصراحه ده انا, أنا اللي كنت, كنت عامل لضغط ضغط انا كنت حابب ان اشتغل <applause> معاه <تصفيق> نكمل كهربا تقول ايه كهربا بيلعب في مركزك كهربا كهرباء لعيب كبير طبعا واتمنى ان مشكلته تتحل ويرجع يلعب تاني وإحنا, واحنا كلنا بنتمنى ان مشكلته تتحل. نكمل محمد صلاح هتقول له ايه في المعسكر لما تشوفه محمد صلاح طبعا لعيب كبير وشرف لأي لعيب ان هو يكون موجود معاه في المعسكر او يلعب معاه فانا متحمس ان انا اشوفه واتمرن معاه بصراحه. ان شاء الله ربنا يكتب لك ان انا شاء الله. موجود معاه. ان شاء الله ربنا يكتب لك ان انت تكون موجود في القائمه النهائيه وتكون موجود بجوار محمد صلاح الصوره اللي جايه ايه دي بقى؟ اه <applause> ايه ده انت؟ انا <applause> ده فين ده بعد ماتش ولا ايه؟ دي وقت الكورونا جالك كورونا؟ وقت الكورونا كان جالي كورونا 22 يوم وكان حصل لي وقتها مضاعفات فوقتها يعني رجعت اليوم ال 23 دخلت سكور ماتش بعد 22 يوم كورونا مم. ولعبت الماتش وبعد الماتش كان حصل اغماء وبتاع الماتش المصري ها؟ كان ماتش كنت في المصري وقتها صحيح اه طيب نكمل صورنا تقولي لي الحاج مصالح الحاج محمد مصلحي بصراحه يعني هو لولا وجوده في نادي الاتحاد ما كانش زمان النادي بالمستوى دوت وما كانش كل لعيبه اتمنى تيجي نادي الاتحاد فهو السبب الاول والاخير ان الاتحاد في المكانه دي بصراحه الحقيقه الحاج مصلحي رجل من الشخصيات المحترمه ورئيس نادي محترم وشخصيه محترمه ومحب لنادي الاتحاد السكندري ويعني اقول لكم بصراحه الاتحاد السكندري محظوظ بوجود الحاج مصلحي في, في في رئاسه على مقعد رئاسه رئاسه النادي وزي ما ميسي قال ان لولا لو وجود الحاج ابو كان في لعبه كتيره ممكن ما يعني ما ما, تكونش موجوده في في الاتحاد هو وجوده دايما مطمن اللعيبه اللعيبه دايما مطمنها على حقوقها والراجل ده موجود بصراحه يعني هو الراجل اوقات لما فيش فلوس النادي هو بيدفع من جيبه مم. فاحنا ما شفناش منه السنه دي غير دايما بيدعمنا ودايما بيساند ودايما بيحفزك بفلوس ودايما بيحفزك بكلام ودايما موجود معاك فهو اكتر حد تعب في نادي السنه دي عشان المرحله اللي احنا كنا فيها حقيقة. طب الكابتن محمد عمر كلامه ايه ليكم في الاخر؟ يعني هل هو مستمر السنه الجايه ولا ولا قال لكم ان هو في في تغيير وهو ممكن يبقى موجود في الجهاز بمنصب مختلف؟ لا هو يعني هو اتكلم معانا قال انا جاي في مرحله معينه هاديها ومش همشي ممكن يكون موجود بس يكون موجود في منصب اداري م. هو طبعا وجوده اضافه لاي مكان هو يكون موجود فيه بصراحه لان هو يعني يستحق ان انا اقول كده يعني راجل هو محترم محترم وهادي وشغال كويس وبيشتغل في هدوء من غير ما من غير مشاكل ومن غير بعيد عن اي شو بيحصل يعني. لو كان لعيب كان لعيب كبير خلي بالك. ما انا ما اتفرجتش يعني. بصراحه. لا ولا انا اتفرجت كتير يعني بس بس كان لعيب كبير يعني خلي بالك ان زمان بقى بص جمال المنتخب ان مثلا بطوله 86 دي كانت في مصر في افريقيا. فاهمني؟ كانت في مصر يعني بزرق. بطوله كبيره يعني اللي مصر خدتها بطوله 86 انت مواليد كام؟ 97. اه يعني. ال 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 بطولة 86 دي بقى كان بقى بص تشكيل المنتخب كان كابتن ثابت البطل الله يرحمه النادي الاهلي كان باك رايت كابتن علي شحاته المقاولين سنتر باكين سنتر باكين بتوع المنتخب محمد عمر الاتحاد السكندري محمد صدقي بيلعب في المانيا بيلعب اساسي منتخب مصر وهو في المانيا كابتن محمد عبد المنصف كان موجود معاهم مين محمد عبد المنصف لا لا بيلعب باله كتير هو اقرب واحد ليه بيلعب باله كتير مش عايز اي خلاص وكان باك ليفت كابتن ربيع ياسين النادي الاهلي والاثنين لعيبه اللي على الدايره اشرف قاسم زمالك ومجدي ربنا يديله الصحه يا كابتن اشرف يعني طبعا ويقوم بالسلامه وكابتن مجدي عبد الغني الاهلي كان مصطفى عبده وينج رايت الاهلي طاهر ابو زيد كان جمال عبد الحميد آه الزمالك وكابتن محمود الخطيب كابتن المنتخب الاهلي بس بص الديفنس في ثلاثه وكل أسماء دي لازم ياخدوا بطوله بصراحه آه يعني هو ضربات الجزاء آه ال ال وكان يعني الثلاثه ثلاثه ثلاثه بيلعبوا ورا من الاربعه الاساسيين واحد المقاولين كان الدكتور علي شحاته وكابتن محمد عمر الاتحاد وكابتن أحمد صدقي المنيا كان بينزل كابتن شوقي غريب من المحله فيعني كان كان المنتخب زمان يعني فرق الدوري المصري كان ليها قيمه كبيره جدا وكل اللعيبه تنافس اقول لأ اخر حاجه هسألك على عبد المنصف آه يعني هتفتقده ازاي هو كابتن عبد المنصف ليه مكانه خاصه في قلبنا بالذات لان هو كان م. دايما معايا هو ساكن جنبي فدايما احنا رايحين مع بعض وراجعين مع بعض م. وفي المعسكرات دايما قاعدين مع بعض م. فاحنا بس مش بس هنفتقد لعيب معانا هو كان قائد يعني هو م. كان دايما في المرحله الاخيره كان دايما بيساندنا ودايما طبعا عنده خبرات اكتر من اي حد كان موجود فدايما هو اللي بيتكلم ودايما هو اللي بيحفز اللعيبه قبل الماتش هو كان ليه دور كبير معانا بصراحه فانا يعني هفتقده وكل اللعيبه اعتقد يعني ما حدش هيقدر يعني يعني يكمل ويأدي الدور اللي هو كان بيعمله بصراحه صحيح ميسي بشكرك انا كمان ونورتنا النهارده بتمنى لك التوفيق وان شاء الله اشوفك في في قائمه القائمه النهائيه لمنتخب مصر وبالتوفيق للموسم القادم ان شاء الله نعم. ان شاء الله يا مس شكراً, شكرا دي كانت حلقه النهارده مع احمد عادل ميسي نجم الاتحاد السكندري ونجم منتخبنا اللي انضم حديثا آآ آآ لمنتخب مصر الاول تصبحوا على خير نشوفكم بكره على خير باذن الله